بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. بين احداث صاخبه خطوات حاسمه على طريق مستقبل الملك. اهلا بك يا باشمهندس واهلا بك واعزائي المشاهدين، وهذا الموعد الذي يتجدد معكم دائما من برنامجكم ملك وكتابه. هي بالفعل خطوات على طريق ومستقبل النادي الاهلي. امور كثيره جدا سواء فيما يتعلق باجراءات وضع لائحه النظام الاساسي او كمان استعداد الاهلي لانهاء موسم كروي باذن الله تعالى يكون حافل بالانجازات الكبيره، ثم الدخول من خلالها الى موسم جديد طويل يا باشمهندس. الحقيقه يعني هو لحظات مش تقليديه واستثنائيه، وتخللها يعني التزامات ومسؤوليات فرضت عليك، واستطعت انك انت تمشي في حقل الالغام الى حد كبير بخطوات يعني معقوله. كان يجب ان تتوج طبعا في بطوله مش صعبه قوي، البطوله العربيه، ولكن كلنا شفنا كيف حيله بين الاهلي وبين الوصول الى المباراه النهائيه بصافرات الايه؟ عربيه، واحتج عليها المستفيد الاول منها. عشان كده حلقة مهمة جدا فيها خمس عناوين، هذه أبرزها: اللائحة ومستقبل الملك، خدعوك فقالوا الكرة توحد العرب، خلاص حان وقت الكاس، لكن المهم الآن قلب دفاع الأهلي، وأخيرا جونيور أجاييه محترف بنكهة الأهلي. باشمهندس، على ذكر الأحداث جاءنا البيان التالي بقى على رأي الله. طبعا يعني أنا بس عايز أفهم الجمهور. أثير خبر طبعا هم ناس كتير جدا، اللي هو إن لجنة التحكيم اتخذت اللي كانت بين النادي الأهلي وشركة مسك بخصوص قناة الأهلي، الاتنين كانوا راحوا للتحكيم، قضت بتعويض قدره 178 مليون جنيه تعويض او مستحقات لدى مسك. الخبر جاء بدون تفاصيل، فكل واحد اجتهد انه يفسره بطريقته. اعتقد البيان ده المفروض انه هيوضح حاجات، وجالنا دلوقتي واحنا داخلين على الاستوديو من شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، والاستاذ ياسر فتحي المستشار القانوني للشركه، اللي هو المنوط به انه يمثل النادي الاهلي او الشركه في هذا الملف. طيب، بيقول هذا البيان اصدره الاستاذ ياسر فتحي المحامي والمستشار القانوني لشركه الاهلي للانتاج الاعلامي، بيانا بايضاح الحقائق حول ما اثير اعلاميا بشأن الخلاف المتداول بين الشركة وبين شركة مسك الدولية للإنتاج الفني. أوضح فيه قيام بعض وسائل الإعلام بنشر أخبار غير دقيقة ومغرضة عن الحكم ضد النادي لصالح شركة مسك، وهي الأخبار التي تتواكب وترتبط بالحملة المخططة لتشويه صورة النادي الأكبر مصريا وعربيا وأفريقيا، وأيضا تشويه مجلس إدارتها الذي أخلص العمل فحقق الإنجازات. وبيقول البيان نصا: ويهيب بكافة وسائل الإعلام والأشخاص العاملين والمهتمين بالنشاط الرياضي ألا يتورطوا بمخالفة القانون بنشر أخبار كاذبة وغير صحيحة الغرض منها النيل من النادي الأهلي بمخالفة القانون وبتغريمه بمبلغ 178 مليون جنيه لصالح شركة مسك، ولذلك نوضح الحقائق الآتية كما ينص البيان. أولاً، أن المنازعة التحكيمية مع شركة مسك الدولية ما زالت متداولة ولم يتم الفصل فيها بأي قيمة مالية. ثانيا، أن النادي الأهلي ليس طرفا مع شركة مسك في أي تعاقدات، وأن ما ذهبت إليه هيئة التحكيم من قبول إدخال النادي الأهلي هو إقرار متيقن من إبطاله لهذا السبب، فضلا عن أسباب أخرى قانونية عديدة تمثل أسباب بطلان للحكم ضد النادي. ثالثا، حسب البيان، أن المغرضين مروجي هذه المعلومات يصيبون دون قصد قيادات من مجالس سابقة للنادي، حيث أن هيئة التحكيم في حكمها الجزئي بفسخ العقود المبرمة بين شركة مسك وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي
قد أسست الحكم على مستندات تم إبرامها وإصدارها من قبل مجلس الإدارة السابق للنادي، ولا علاقة للمجلس الحالي سواء أثناء توليه المهمة بالانتخاب أو بالتعيين بأي من تلك المستندات التي تسببت في الحكم الجزئي. فاستندت إلى الخطاب الصادر من السيد حسن حمدي بصفته رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي آنذاك إلى السيد رئيس شركة أو لجنة البث التلفزيوني بتاريخ 14/1/2013 بمناسبة إجراء مزايدة للبث التلفزيوني لمسابقة الدوري العام لكرة القدم، والذي أشار فيه إلى حفظ حقوق قناة الأهلي في إذاعة المباريات لأننا ملتزمون بها تعاقديا، بالرغم من النصوص الصريحة التي استعاد بها النادي وشركة الأهلي هذه الحقوق كلية بموجب عقد تم إبرامه في 1/1/2009. ويضيف البيان: كما استندت هيئة التحكيم إلى التعاقد المبرم بين النادي الأهلي تحت رئاسة السيد حسن حمدي وبين غرفة صناعة الإعلام في 11/3/2014، والتي من خلالها احتفظ النادي الأهلي لشركة مسك بالحق في إذاعة المباريات، بالرغم من النصوص الصريحة التي استعاد بها النادي وشركة الأهلي هذه الحقوق كلية بموجب عقد تم إبرامه في 1/1/2009. ويضيف البيان الصادر من الأستاذ ياسر فتحي: رابعا، أن تقرير الخبير الذي استخدم مؤخرا للنيل من مجلس الإدارة الذي أدى الأمانة قد تمت مناقشته في حضور الخبير أمام هيئة التحكيم، وقد اعترف الخبير بأنه لم ينفذ أحكام القانون أو أحكام العقد، وحمل المسؤولية لهيئة التحكيم لعيوب في نص حكمها الجزئي، مما يقطع بأن التقرير بما انتهى إليه مليء بالأخطاء، وأن الأخذ به يؤدي لبطلان جديد في الحكم المتوقع صدوره، ونحن لا نصادر على الحكم قبل صدوره، ولكن نعلم أننا نطمئن إلى أن الحكم سيقضى ببطلانه إذا تجاوز في حق الأهلي تأسيسا على هذا التقرير غير القانوني وغير المهني. ويختتم الأستاذ ياسر فتحي المحامي والمستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بيانه بالبند خامسا: أن شركة الأهلي قد أقامت دعوة تحكيمية ضد شركة مسك يطلب إلزام مسك بتعويض شركة الأهلي عن الإدارة الفاشلة لقناة الأهلي من مسك بمبلغ 140 مليون جنيه، وهي الدعوة المتداولة أيضا كسابقاتها، ولكن تغافل عن ذكرها المغرضون. وتأتي هذه الأخبار لتمثل محاولة جديدة للنيل من الأشخاص والإنجازات، ونحن نعلم أن التحديات تأتي بقدر الإنجازات، ونثق في الله وفي قدراتنا. ده البيان الصادر عن الأستاذ ياسر فتحي المحامي المستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي. يهمنا الحقائق التي أوردها الأستاذ ياسر كما رآها، أو هي اللي استند إليها في دفوع ودفاع عن موقف شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي. هو وضح نقطة هنا، أن الحكم ليس، وإن كان موجها إلى النادي الأهلي، ولكن الخلاف مع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي. فأنت بتوجه لي حكم، صحيح أنا لي علاقة وثيقة بشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، لكنك أنت ما وجهتش الحكم لشركة أو يعني هو بيقول إن أصلاً مفيش حكم لسه، إن القضية متداولة، لكن الكلام أعلن إن الحكم موجه لتغريم الأهلي، ولم يقل تغريم شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي. ايه الفرق بقى؟ ده هنفهمه بعدين، يعني ما ضروري في فرق طالما انه قال كده. انما الحقيقه الاخرى انه لم يصدر حكم، وانما ما زالت القضيه متداوله. وان مسك ليها طلبات ب 180 مليون جنيه، والاهلي بيقول انا عايز 140 مليون جنيه، وان الحكم لم يشمل الحكم الذي نشر، يعني لم يشمل حقوق الاهلي. هل هيحصل كليم وده يخلص ده، ولا هيبقى فيه ايه؟ في النهايه ان كمان اراد ان يؤكد على ان الخلاف استند الى ارتباطات سابقه، طبعا لان قناه الاهلي ما توجدتش 2015. 2009 2008 2007 2008. إذن هو بالتأكيد خلاف جذوره قديمة، لأن كان في حقوق متبادلة، وكل شوية شكلها كان بيتغير بين الطرفين. احنا بنشرح هذا الكلام عشان الناس تفهم ان الموضوع ما زال قيد المداولة، لم يصدر بشأنه حكم
بات في هذا الأمر، وإن المحامي ده اللي يهمني جدا بقى في الموضوع ده، واثق جدا من موقفه، بيقول إن هما يعني بإذن الله الحكم هيكون لصالح النادي الأهلي. لعلنا نغلق هذا الملف، أو إذا كان الأستاذ ياسر يحب يشرحه بطريقة أبسط من اللي أنا شرحتها، نعمل إن شاء الله في يا رب يتواصل معنا ويشرح هذا الموقف. الأهلي يعني مش هنبقى سعداء لو اتحكم على الأهلي بأي غرامات. إن شاء الله يتم إيضاح الأمر، وإن شاء الله الأهلي يأكد على إنه ماشي في خطواته السليمة، زي ما مجلس الإدارة أخذ خطواته لاستعادة القناة ثم وضع القناة على الطريقة الذي يستحقه النادي الأهلي وتستحقه جماهيره، لكن كمان رموز النادي الأهلي يستحقوا التهنئة اليوم بعد أن صدر حكم البراءة التام وإبراء ذمة الكابتن حسن حمدي يا باشمهندس من كل ما نسب إليه من اتهامات، إبراء ذمته منها علشان المحاكم تحط خط فاصل ما بين الشائعات والحقائق. تعلم إن الموضوع ده كان ملك وكتابة، أيوه، في الفترة السابقة في الإصدار الأول، تحت في الإصدار الأول مع قيادة مسك. الموضوع ده اتفتح وقتها، أيوه، وكنا حريصين جدا ألا نبادر بأن احنا نتلقف الموضوع ونتصدى للدفاع أو نعمل الهجوم، واعتبرناه أن موضوع يخص الكابتن حسن، وأنه لا ما ينفعش أن احنا نتصدى وإحنا ما عندناش كافة المعلومات إلا إذا طلب مننا ده موجه للنادي الأهلي، لأن الكابتن حسن القضية كانت تخص الأهرام، ما كانتش تخص الأهلي، فما كانش ينفع ان احنا نتدخل فيها لا بالسلب ولا بالايجاب ولا بالدفاع ولا حتى بالتلميح. لكن في كل هذا الوقت عانى الكابتن حسن، وعانينا معه كاعلام وكنادي اهلي وكجماهير وكاعضاء من كميه من السخافات اللي تلقفها يعني بعض المنافسين الذين لا يجدون التعامل مع الحقائق وبيشمتوا من باب عن غرض شائعة عن غرض. وخد والأهرام وزمة المالية وكان بيع الأهرام للأهلي والأهلي مش عارف ماله إيه، يشاء العلي القدير أن يأتي هذا الحكم في توقيت يعني أيام من عيد ميلاد كابتن حسن حمدي. صحيح، تلقى اكبر هديه. والهديه في هذه الحاله نقدر نتكلم بقى، ايوه، ونقول لهم لا، رئيس النادي الاهلي لم يكن كما وصفتموه، رئيس النادي الاهلي ابرئت ذمته تماما، ايوه، بل على العكس اذا كنا بقى هنشتغل شغل التلقيح، هو اتبرأ واخرون هم يحاكموا الان. ربنا برأهم، ممكن يطلعوا ابرياء، مش هننزلق الى هذا المنزلق ونقول لهم شفتوا بقى يا رجالتكم ورجالتنا، الكلام ده مش هنعمله، لان في الاخر ننتظر كل متهم يا رب حتى تثبت ادانته، يا رب كل انسان يطلع ان هو يعني احنا لا نفرح ولا نشمت في احد، لكن كمان ان كنتوا تخلطوا الاوراق وتقعدوا تعملوا الملح على الجرح وواخدين الكابتن حسن بصفته هي رئيس النادي الاهلي وسيله للطعن في النادي الاهلي، اعتقد ان احنا واحنا بنقول له ألف مبروك بنقول للنادي الأهلي أيضا أن رموزك باستمرار أطهار اليد، باستمرار بإذن الله اليوم وأمس وغدا، لأن إحنا مجتمع له خصوصيته وله طبيعته الخاصة. كل التهنئة، كل التحية، كل التقدير لكل عشاق النادي الأهلي، لكل غيور على النادي الأهلي، لكل محب للنادي الأهلي على إبراء ذمة الكابتن حسن حمدي، قبل ما تكون التهنئة لرئيس النادي الأهلي السابق الحقيقة. لكن كل اللوم وأشد اللوم لهذا التناول الإعلامي اللي كل مرة وكل مناسبة بتيجي بتذكرنا قد إيه الناس بترتكب جرائم مهنية قاسية جدا في حق كل إنسان يوجه إليه مجرد اتهام قبل التحقيق وقبل النيابة وقبل أي حاجة، تتحول وسائل الإعلام إلى منصات محاكم ويجردروا وراهم الجماهير، تصدر أحكام في منتهى القسوة والشدة بحق الناس، بحق ناس في عرف القانون
هم مجرد تم تقديم بلاغ ضدهم يجري التحقيق فيه. وزي ما بيتقال دايما وابدا، الاتهام والبلاغ ينشر في منشطات وتخصص ليه حلقات، ثم البراءة والإبراء يبقى خبر على عمود قد كده وعلى استحياء بعد ما يكون الناس أساءت سنين بتتداول هذا الأمر الأشخاص. وسنين ولذلك المعايير المهدية المحترمة الأمر ليه التدليل، رغم أن إيه رغم أن أنا ممكن أعمل حاجة، بس دي يعني مش معناه أن الأهلي أنا عدلي يعني مش بياخدوا أي حاجة في حجمها. صحيح ده رئيس النادي الأهلي، صحيح كانت مشاعرنا كلنا تشعر ان واحد عشنا جنبه وعشنا معاه اصبحنا على يقين انه انسان، وتعرف مدى قيمته ومدى مكانته، انسان نظيف وانسان. النهارده مؤسسه الاهرام بتترحم على ايامه على اعتبار انه كان احد مصادر الهامه جدا لدعم الاقتصاد هذه المؤسسه، لكن احنا نأينا بانفسنا ان احنا نخش نشخصن الامر ونعتبره قضيه الاهلي لانه ما طلبش هذا ولا احنا تبرعنا بهذا. الامر ظل شخصيا، ولكن عندما يصدر بحقي براءه الذمه، البراءه من كل شيء وبراءه الذمه، ابراء الذمه هو مش حفظ يعني اتخذت قبل كده كانت حفظ، المره دي ابراء الذمه. فده يعنينا بقى عشان الناس اللي كانت بتاخد من دي للضرب في النادي الاهلي كمان. مبروك للكابتن حسن، مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهيره، مبروك لاعضائه، مبروك لقياداته، ان يطمئنوا على انفسهم ويشتغلوا طالما ان هم ضميرهم مرتاح امس واليوم وغدا، لان وراهم الحق لا يضيع. واعتقد تاني ان التمسك بقيم وثوابت النادي الاهلي هيفرز لنا دائما رجال بهذا الحجم وبهذه القيمه. صحيح. ها؟ وده الضمان الاكيد ان النادي الاهلي دائما هيبقى بخير باذن الله تعالى. يبقى النادي الاهلي دائما حسن السمعه والسلوك الطيب دائما باذن الله. ده بمناسبه الشائعات، بمناسبه ان شائعات بتغرم الاهلي، هي حتى الان وفقا لبيان الاستاذ ياسر فتحي شائعه مغرضه يراها بتغرم الاهلي 178 مليون جنيه. فيا جماعه في التناول الاعلامي قليل من الدقه تكفي، والله قليل من الدقه بجد. انما حاجه خالص، والمتحدث الرسمي والمحامي المعني بالمساله يقول لك الامر لسه متداول ولم يبت فيه. اعتقد المساله على هذا النحو تبقى شائعات سخيفه شويه. البدري بيضم متعب لقائمه الاهلي، بقى دخلنا في الكوره. هم تجدد لمتعب وحسام رسميا بعد ما كان الاهلي هيذبحهم وهيضحي بيهم و و و كل شيء له وقته يعني. فما دايما الحقيقه بترد على نفسها. أيوة. لحظه الحقيقه. ايوه. فلحظه الحقيقه قالت ان الاثنين من الكباتن اللي احنا محتاجينهم كقيادات وك ك ك كناس تاخد بايد الفريق الشاب اللي هو باذن الله ركيزه للمستقبل، والبطوله العربيه احد مكاسبها قبل الكلام والفلوس والكلام ده. انك شفت الناس كلها وقدرت تطمئن الى عناصر كتيره. مكاسب الاهلي في البطوله اعلى بكتير قوي من طبعا كنا نتمناها. اللقب، لقب من ضمن الالقاب، ولانه كان يعني هينسى لانه هو مش لقب قاري رسمي. لكن زي ما انت يعني لو سالت اي واحد البطولات اللي كسبها الاهلي، البطولات العربيه صعب يتذكر، لكن في البطولات اللي هي بتصنفك عالميا انت بتبقى مهتم اكتر. لكن بطوله كانت ولا نقلل منها، لكن لا، وجائزتها الماليه كبيره ومستواها كويس وحققت الاهداف، ولما تقام هنا يعني وحققت الاهداف الفنيه، لكن انتهت بكارثه تربويه مروعه للاسف الشديد. ما كنا نحلم في أسوأ كوابيسنا. هنناقش تفاصيلها، النشهد هذا هنناقش تفاصيلها، بس انا بقول لك أسوأ كوابيس ما كانتش تؤدي اللحظات الاخيره الى هذه النتائج. دي لقطات من مران الاهلي النهارده، اللي بعد منه الكابتن حسام البدري اختار 23 لاعب لمواجهه سموحه بعد بكره الاربع باذن الله، المباراه في قبل نهائي كاس مصر. القائمه ضمت شريف اكرامي ومحمد الشناوي واحمد عادل عبد المنعم، محمد هاني وباسم علي ومحمد نجيب ورامي ربيعه وعلي معلول وصبر رحيل وحسين السيد وحسام عاشور وعمرو السليه وحسام غالي واكرم توفيق، عبد الله السعيد وصالح جمعه ومؤمن زكريا ووليد سليمان واحمد حمودي وعمرو بركات وجونيور اجاييه وعمرو جمال وعماد متعب.
حسام البدري استبعد كل من ميدو جابر وكريم نيدفيد لأسباب فنية وسعد سمير ومروان محسن للإصابة بجانب أحمد فتحي للإيقاف ووليد أزار وهشام محمد وإسلام محارب لعدم قيدهم في قائمة الفريق الحالية بالبطولة يا باشمهندس. لكن خليني أقول لك يعني 23 لاعب تظهر أسماء كويسة بينهم يعني اعتبرنا الصفقات الجديدة اللي قالوا مش هتشارك في الكاس إنما بيظهر في قائمة ال 23 عمرو بركات، بيظهر باسم علي، أيضا أحمد حمودي، دي الأسماء يمكن اللي بزغت من خلال وأكرم توفيق من خلال البطولة العربية. أيوه تمام، دي ثمار البطولة العربية دي في قدام سموحة. مجلس الأهلي بيفوض المهندس محمود طاهر لاعتماد عقد الكابتن حسام البدري المدير الفني، ده بحسب اليوم السابع. وبتقول إن المجلس فوض المهندس محمود طاهر رئيس النادي باعتماد عقد المدير الفني، وهيناقش المجلس في اجتماعه النهارده ملف الجمعية العمومية. دلوقتي واحنا بنكلمكم مجلس إدارة النادي الأهلي مستمر، جلسته مستمرة برئاسة المهندس محمود طاهر عشان ينظر في شأن مهم للغاية. عايزين نذكر بس ان دي جلسه مستمره من الاثنين الماضي. دي بخصوص ترتيب الاجراءات القانونيه اللازمه لعقد الجمعيه العموميه، هل هتبقى 25 في مدينه نصر و26 في الجزيره زي ما نشر في الاعلان، هل هيتم القبول بقرار الجمعيه او اللجنه الاولمبيه بانه الانعقاد ليوم واحد في مكان واحد. بين هذا الامر وذاك بينظر مجلس الاداره في المسألة، وإن شاء الله قبل نهاية حلقة النهاردة نطمن حضراتكم ما تقرر من خلال مجلس الإدارة. كابتن حسام البدري بيأكد على تأجيل قيد الثلاثي الأفريقي حتى 11 أغسطس تحسبا للإصابات. عارفين أنتوا مأزق القيد الأفريقي كان أنه الاتحاد الأفريقي كان محدد 5 أغسطس ميعاد القيد، والموسم المحلي بتاعنا من خلال كأس مصر هينتهي بعد كده، فكان الأهلي مهدد بعدم الاستفادة من فرصة قيد الأفارقة أو القيد الثاني للاعبين الثلاثة في قائمته. لكن الحقيقة بعد تأجيل الاتحاد الأفريقي القيد ل 11 أغسطس، كابتن حسام البدري أجل القيد اختيار مين اللي هيسجلهم من الثلاثة لغاية آخر لحظة، ممكن يقيد للإصابة ويجي ماتش سموحة لا قدر الله حد منهم متعود. حكمة يعني طالما عندي الوقت. ما دمنا بنتكلم بين الشائعات والاخبار الصحيحه، راجت خلال الساعات الماضيه شائعه انه شركه مسك للانتاج الاعلامي بعد ما خدت حكم بهيئه التحكيم حجزت على مستحقات الاهلي الماليه لدى ستوك سيتي. دي مستحقات الاهلي عن بيع رمضان صبحي. لكن النادي الاهلي خطب مجددا اداره نادي ستوك سيتي الانجليزي للاستفسار منه عن موعد حصول الأهلي على الدفعة الثانية والأخيرة من قيمة بيع رمضان صبحي نجم الفريق. وجاء خطاب الأهلي بسبب تجاهل ستوك سيتي لخطابات الأهلي السابقة، حيث كان من المنتظر أن تنتعش خزانة الأهلي يوم 31 يوليو الماضي ب 2.5 مليون يورو وفقا لبنود العقد الموقع مع 31 يوليو؟ طيب يعني ما 10 أيام يعني. بص يا أستاذ إبراهيم، أستبعد تماما مثل هذا الاجراء. يعني ايه انا راجل مقاول كويس اتخانقت مع جاري حجز عليا، يروح للشركه اللي انا او الراجل صاحب البيت اللي انا بنفذ عنده يقول له احجز لي فلوسه؟ مش معني ده، ملوش علاقه بده، ده مش معني ستوب سيتي مش معني انه يسدد لمسك مستحقات، لكن هو معني انه يسدد لنا. يعني هو هيقول لهم انا التزامي مع النادي الاهلي. يعني هو ستوك سيتي دخل نفسه انه خالف التعاقدات والاهلي اشتكيه عشان يدي الفلوس اللي هو كده هيدفعها بدل ما يديها للاهلي يديها المسك عشان ايه؟ مين عاقل يتصرف كده؟ الكابتن حسام البدري بيوافق على سفر احمد حمدي صنع العاب الاهلي الصاعد الى ايطاليا علشان يعمل معايشه مع اودونيزي بدايه من اليوم. واوضح الكابتن حسام إن هذه المعايشة هتستمر 10 أيام، إذا لم يجتاز حمدي تلك الفترة بنجاح سوف يعود إلى صفوف الأهلي. وكشف المدير الفني إنه أحمد حمدي من العناصر الشابة المميزة الذي رفض الاستغناء عنها لأي نادي مصري، وذلك
رغم العروض الكثيرة التي تلقاها اللاعب، وأشار البدري إلى أنه وافق للاعب على الرحيل لخوض فترة المعايشة باعتباره عرضا جيدا لمستقبل اللاعب وأيضا بما يفيد النادي. بس في حتة نقص، هو رايح يعمل معايشة، إعارة ولا بيع؟ افرض أنه نجح، ما هيتكلم أودينيزي، هيتكلم يعني بقى يعني لا من الأول، افرض أودينيزي مش عايز إعارة يبقى ما كنتش أبعته. هو واضح أنه ده تمهيدا للتعاقد معاه، التعاقد ما أنا فاهم، ما بتبقى زي تريزي إعارة ثم بيع. يعني أنا برضو عايز أفهمها، لأن هو لعيب الحقيقة واعد واعد جدا، لكن إذا الإعارة انتهت إلى قناعة كبيرة من أودينيزي بإمكانياته، نتكلم بقى في فلوس تانية. طيب رسميا اتحاد الكرة، ودي قضية مهمة جدا بقى، دي نقطة التحول في تاريخ الكرة المصرية، بيعلن عن إجراء انتخابات رابطة الأندية. أخيرا اقتنع هاني أبو ريدة والذين معه أنه بس هاني أبو ريدة من يوم ما نجح قال كده، هو حقيقة التزم بده أنه فيه رابطة للأندية هتبقى مستقلة تماما عن مجلس إدارة الاتحاد، مستقلة وصاحبة قرار. طبعا خد بالك للتشكيل. اتحاد الكرة بعت للخطاب لأندية القسم الأول بشأن تشكيل رابطة الأندية طبقا للمادة 62 من لائحة النظام الأساسي، بتنص على تشكيل المكتب التنفيذي للرابطة سنويا. التشكيل هيبقى ماشي ازاي؟ في 5 أعضاء هينتخبوا من أندية الدوري، يعني كل نادي عايز يرشح حد هيرشح بشرط ما يبقاش عضو في مجلس إدارة النادي، لكن مرشح من قبل النادي. كويس. بيتم انتخاب 5 بالإضافة إلى تنطبق عليهم نفس شروط الترشيح لمجلس إدارة الاتحاد، يعني هيبقى نفس الشروط لترشيح الاتحاد بالإضافة إلى 2 بيرشحهم اتحاد الكرة من أعضائه بقى، ولا 2 من بره؟ من بره، من بره. يعني اتحاد الكرة بيرشح 2 والأندية كلها بينتخب منهم 5. السبعة، أعلن مجلس إدارة الاتحاد أنه تطبيقا للائحة وحرصا من الاتحاد على أن تقوم الرابطة بدورها، قرر مجلس إدارة الاتحاد الآتي: آخر موعد لتقديم الأندية لأسماء مرشحيها هيبقى الخميس 17 أغسطس. الخميس 17 أغسطس آخر موعد، اللي هو الخميس القادم آخر موعد لتقديم الأندية لمرشحينها. آخر موعد لإعلان أسماء المرشحين المستوفين للشروط هيبقى الحد 20 أغسطس، يوم الحد هيعلن مين الأسماء اللي بعد ما اتفرزت طلبات الترشيح مين تنطبق عليه الشروط هيستمر في الانتخاب ومين هيتم استبعاده، ده يوم الحد. آخر موعد لإرسال الأندية لأسماء مندوبيها لحضور الجمعية العمومية للرابطة هيبقى يوم الخميس 24 أغسطس. تجرى انتخابات الرابطة بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في تمام الساعة 1 من بعد ظهر الأحد 27 أغسطس. أعتقد دي المواعيد الواضحة تماما يا باشمهندس، خريطة الطريق كاملة. ناقصة حاجة. مين رئيس الرابطة؟ ما أعلنش لغاية دلوقتي. أصل أنا اللي أعلمه إن رئيس الرابطة ده بيكون يعني في إنجلترا. برضه منتخب. وبرضه بس الفرق بينه وبين بقيه الاعضاء انه محترف ومتفرغ وله اجر. ايوه. وانه مش من الاتحاد. ايوه. ولا حق حضور مجلس اداره اتحاد الكره. ولكن بدون صوت. ممثلا للرابطه. فكان لازم نعرف هنعمل كده ولا هيختاروا هم من وسطيهم حد؟ واذا كان ده هيجي من بره، مين اللي هيختاره؟ اتحاد الكوره ولا الرابطه ولا هيبقى يتعمل له اعلان؟ ولا السبعه دول هينتخبوا من بينهم رئيس؟ ما دي حته كنا عايزين نستفسر غالبا منها. هيبقى كده لو يعرفوا يجيبوا لنا احمد مجاهد ولا حد. شوفوا لنا اي حد باتحاد الكوره، يعني غالبا هيبقى في استاذ كرم كردي، اي حد. طيب خلينا برضو في الجبلايه، لانه كابتن عصام عبد الفتاح بيقول لك أرشح حكما مصريا لنهائي الكاس حتى لو صعد الأهلي والزمالك تاني. والنبي بس يا كابتن عصام اعملوا معروف بقى، والنبي اعملوا معروف بقى، الراجل لسه دمه يعني اعملوا معروف. انتوا بتدوروا على المشاكل بمنكاش. يعني
ليه طاقم تحكيم مصري حكم ماتش زي فاينل في بطوله عربيه على ارض؟ تعرف لو كان بره مصر ماشي، انما تورطني ليه انا كدوله اتحمل تصرفات حكم وتصرفات تحصل ضده على ارضي؟ ليه بتحرجونا؟ ايه الهدف ان يبقى طاقم التحكيم بتاع مباراه بين الفيصلي والترجي طاقم مصر؟ ليه على ارضي؟ انا المضيف خلاص، ولا انا قتلي ولا جمل ومش صاحب مصلحه، تدخلني برضه توجد لي سبب للمشاكل ليه؟ وانت تعلم انه غالبا الفرقتين اللي هيخسر فيهم هينظر الى التحكيم المصري انه هو صاحب مصلحه. الفساع هيقول لك عشان الاهلي اتغلب، والترجي يقول لك عشان الاهلي هيلاعبني. يعني لماذا نحضر العفريت كل مره ما نعرفش نصرفه استاذ ابراهيم؟ صحيح. طيب احنا كمان دلوقتي نفس القصه. بمناسبه يعني بقى هتيجي تقول لي التحكيم مصري حتى لو اهلي وزمالك وصلوا ليه بتستبق الاحداث؟ ولا وبيني ما بينك، هو الاهلي والزمالك لو وصلوا فاينل هتقدر تجيب تحكيم مصري لفاينل الكاس ده؟ انت ما جبتش تحكيم مصري لماتش القمه بعد ما كان تحصيل حاصل. ملوش لازمه، وليس لها علاقه بكفاءه الحكم المصري. طبعا هي ليها علاقه ان الراجل ده بيحكم وبيروح. خلاص خلص. كل العالم بيعمل كده. في يعني الحاجات الديربيات الحساسه بتجيب حكم بالظبط بتبعد على الشر. بالعكس لصيانه ومصالح التحكيم. بمناسبه بقى البطوله العربيه واللي حصل فيها، الاهرام في حوار مهم كان مع الكابتن فوزي البنزرتي المدير الفني الكوف للترجي، بيقول فيه شيخ المدربين التوانسة: الترجي دولة ولا أخشى عقدة الأهلي. سؤال عيب يتوجه له باستمرار. وتحدث البنزرتي بمنتهى الشفافية، فأكد على أنه فريقه ترك تفوقه كصانع ألعاب أو كرة تونسية فيها أندية كبيرة جدا زي الترجي والأفريقي والنجم الساحلي. ما رأيك في المنافس؟ قال بالتأكيد على الفيصلي أنه فريق جيد جدا بل ممتاز، ليس لأنه هزم الأهلي مرتين ولكن لأن لديه عزيمة وروحا وإصرارا وطموحا، وهذه عوامل تساعد على الفوز. خلينا في المهم، توقعاتك للقاء الأهلي مع الترجي بقى في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا. ضحك وقال مرة تانية: الترجي دولة. قلت له والاهلي هو الاخر دوله. لا، الاهلي امك. ده الزميل اللي اجرى الحوار في الاهرام. الحقيقه مش واضح عندي مين اللي عمله، لكنه حوار في توقيت مهم. قال الاهلي هو الاخر دوله. خلاص نصبر حتى موعد اللقاء، وعموما انا لا اخشى عوده الاهلي. واقول لك الاهلي فريق جماعي ولديه مدرب جيد، لكنه يفقد تركيزه احيانا حينما يتعصب، وأنصحه بالهدوء لكي لا يفقد اتزانه. ده كلام الكابتن فوزي البنزرتي. هل تتابع الأحداث الكروية المصرية والعربية والعالمية؟ قال لك نعم، أتابع مشوار محمد صلاح الاحترافي وأراه من أفضل اللاعبين العرب الذين احترفوا، ويعجبني الأداء الفني له كما تعجبني أخلاقه، وأتابع بعض المباريات الأوروبية للأندية والمنتخبات. قال لديكم أجيال لا تنسى ولا تذكر كل الأسماء، لكن أحب الخطيب وشحاتة وجعفر وأبو تريك. ده كلام الكابتن فوزي البنزرتي شيخ المدربين التوانسة يا باشمهندس، واللي احتفل مع الترجي باللقب العربي. يعني طبعا لازم نقول له مبروك، ولازم نقول له برضه يعني انت رايح تسأل واحد هقول لك ايوه انا خايف من عقدة الاهلي؟ السؤال يعني دايما زي ما كنا بتسأل عقدة التوانسة وعقدة الأهلي وعقد، ما فيش حاجة اسمها عقدة. صحيح. طيب زي النهاردة، وقلنا لكم دايما زي النهاردة وزي أي نهاردة هتلاقوا فيه أحداث مضيئة في تاريخ النادي الأهلي. زي النهاردة أو زي امبارح 5 أغسطس سنة 82، الأهلي يفوز على المصري في نهائي كأس مصر سنة 83 بهدف خالد جد الله. شوارب هيفكركم بهذا الهدف زي ما انتم شايفينه، هدف خالد جد الله في نهائي كاس مصر 83. اهي الشوط خالد جد الله ده رجله كانت مسطره. ما شفتش واحد رجله مظبوطه وكورته ما بتعلاش زي الراجل ده.
صحيح. ياخدها على عيبها يعني آه. كان دايما لي وهي متحركه اه زي ما تيجي اه. كان الحقيقه اللعيب كويس قوي من اللعيبه المميزين الحقيقه. طيب زي بكره بقى 8 اغسطس لكن سنه المدهش في خالد آه. انه كان لعيب في نادي هليوبوليس آه. وخدناه من دوره رمضانيه من دوره رمضانيه شفناه في دوره رمضانيه اه والزمالك حط عينه عليه اه واحنا اسرعنا مش انا اه يعني عشان ما تبص لي لكن خدناه من دوره رمضانيه كان مين كان عبد البقال الله يرحمه ولا مش فاكر مين يعني لكن هو يعني هو اللي بيختار طبعا الجهاز الفني ساعتها ايوه اتشاف في الدوره الرمضانيه وخدناه باتصالات اعتقد كان كمال حافظ اتصل بمسؤولين نادي هليوبوليس وخدناه وكان الكابتن الجوهري له دور في هذا الامر الكابتن الجوهري اه كان يحبه اه زي بكره بقى او 8 اغسطس عام 91 الاهلي فاز على الزمالك 1-0 او 2-0 جونين بتوع محمد رمضان في نصف نهائي كاس مصر وفي النهائي فاز الاهلي على اسوان 1-0 ايضا بهدف محمد رمضان نشوف هدفين محمد رمضان في الزمالك في نهائي كاس مصر 91 يا باشمهندس رمضان ده كان يحسسك ان الكره سهله قوي ايه آه. وما يحتفلش وما يجريش ويقول لك عادي بقى آه. يا عم ما بتحتفلش الجول ما الجول بص الكره يقول لك ما هو الفرود اظن كان مهم صمام امان كبير جدا حط دار النادي الاهلي في مباراه العوده ومفيش اوفسايد وماشي رمضان وعدى رمضان ويلعب الكوره في هدوء اكتر من كده اه ها ويرجع يعمل لك تشويه الله يرحمه الكابتن محمود بكر. عدوا حسام السيد عدى من الشرفين ولعبها بص بيحطها بمنتهى الهدوء ايه ده؟ الهدوء بتاع شخصيته اللي يلقطك اه سقيل سقيل يعني انفرد بالجول طب حطها بقى طمنا كان هادي هادي جدا لمحمد رمضان اهي بص بقى اعتقد دي الشوطه اللي بدماغه مش كده؟ لا رمضان لعبها لمحمد رمضان اه لا ده شوطه تسديده هو آه. ما كانش بيشوط من بره 18 آه عادة آه. اول مره يشوط من بره 18 قنبله آه. وحتى شوف هو ماشي اه تحس انه بيتفسح مش مفيش المعاناه في لعبه والاحتفاليه بسيطه و من الفراوده المهمين في تاريخ الكره المصريه والاهلاويه الحقيقه كابتن محمد رمضان. بص في الجمهور وقت ما كان المدرجات عامله ازاي. وياما كان يزعل كان اقطع على يشيلوا الريف. اه او ايه وخلاص. اه. دايما انتصارات وزي النهارده وكل النهارده هتلاقوا تواريخ واحداث مضيئه في تاريخ النادي الاهلي. لكن يبقى الحديث عن اللائحة ومستقبل الملك بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. اللائحة ومستقبل الملك. أما صدر القانون 71 لسنة 2017 بمجرد إعلانه وبمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية ألزمت كل الهيئات الرياضية أندية اتحادات لجان أولمبية لجان بارالمبية كل الهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون ألزمت بتوفيق أوضاعها القانونية كل مجالس إدارتها اللي موجودة أصبحت ملزمة بدعوة جمعياتها العمومية عشان تحط لائحة النظام الأساسي اللي هيدير من خلاله مجلس الإدارة اللي جاي النادي فبالتالي أصبحت هذه المهمة موكلة إلى الجمعيات العمومية طيب أنت هتدعو الجمعية العمومية عشان تحط مشروع لائحة هتعرض عليهم مشروع لائحة يوافقوا لك عليها أو يرفضوها النصاب القانوني تم تحديده كام علشان يكون الانعقاد صحيح وبموجب هذا النصاب الجمعية اللي هتجتمع هتبدأ تصوت على مشروع اللائحة المعروض عليها يلزم موافقة
ثلثي أعضاء الجمعية العمومية اللي حضروا على مشروع اللائحة. إذا تم، إذا اكتمل النصاب القانوني وهو في حالة النادي الأهلي مقدر ب 12500 عضو، إذا ده اكتمل نبدأ نفرز الأصوات. لو في تلتين هذا العدد وافقوا على مشروع اللائحة الجديد يقر هذا المشروع. أقل من كده أو لم يكتمل النصاب من الأصل يتم العمل بنموذج اللائحة الاسترشادية الموضوعة من قبل اللجنة الأولمبية. عشان كده النادي الأهلي مجلس إدارته شاكل لجنة عملت مشروع لائحة امبارح. المهندس محمود طاهر استعرضه في مؤتمر صحفي موسع وتم الكشف عن الكثير من بنود ومواد هذه اللائحة أول أمس علشان تكون معروضة على الجمعية العمومية اللي حتى الآن لم يتم التأكيد على إذا كانت هتبقى 25 في مدينة نصر و 26 في الجزيرة. ده اللي حدده مجلس الإدارة وفقا للإعلان والاستدراك الأخيرين، بينما اللجنة الأولمبية شددت على أنه الانعقاد يبقى لمدة يوم واحد من 9 صباحا ل 7 مساء وفي المقر الرئيسي لكل ناد فقط. استعرض لك بعض الأول بس عايزين نوضح للناس هو الخلاف فين. خلاص الناس كلها فهمت ان في خلاف بين الاهلي وبين اللجنة الأولمبية. هو ايه اساس الخلاف؟ مسألة انك انت تحط لي لائحة استرشادية تبقى ملزمة لو انا ما نجحتش في ان انا اجمع النصاب واخد ثلثي الحاضرين، موافقة ثلثي الحاضرين، يبقى اللائحة الاسترشادية بقت ملزمة. هذا يوحي بان بتصعب لي شروط انعقاد الجمعية العمومية اللي هي حتصوت على اللائحة المقترحة من النادي علشان تمرر اللائحة الاسترشادية بتاعتك. طيب 12500 هي دي مربط الفرس. لو هم 3000 او 4000 ما كانش هيبقى فيه إشكالية، لأن يسهل إنك أنت تدعوهم في مقر، و ما كانش هيبقى فيه، وده اللي طلبه النادي الأهلي إنها تكون 3000 أو في حدود من 3000 إلى 4000. فقالوا لهم طيب هو لو 3000 و 4000 يبقى كمان الجمعيات العادية تبقى بنفس النصاب. فالنادي الأهلي قال لا، الجمعيات الغير عادية، الغير عادية، الغير عادية بنفس النصاب. قالوا لهم لا، الجامعات الغير عادية بتبقى منوط بيها مسائل خاصة جدا، يبقى لازم تمشي بال 20%، مش كده؟ لحد ما نتواصل، واعتقد ان هو جاهز للتواصل دلوقتي الاستاذ محمد فضل الله. طيب. المهندس اتفضل، بس لحظة اكمل جملتي. اتفضل. اذا مربط الفرس بين الاهلي وبين اللجنة الأولمبية كانت في تحديدها للنصاب انه 12500، وان هم عايزينهم في يوم واحد وفي المقر الرئيسي، مما قد يشكل صعوبة فان تكتمل الجمعية العمومية ومن ثم تلبس بقى اللائحة الاسترشادية. بس اللي عايزين نوضحه للناس، ما تخافوش من الحضور، مش هيحصل زحمة، تعال صوت وامشي. لان مفيش مناقشه، صوت وامشي، صوت وامشي، ومن 9 الصبح ل 7 اذا كانت هتتعمل خلاص على يوم واحد. طب اذا اتعملت على يومين يبقى مفيش اشكاليه، خلاص، واللجنه الاولمبيه مش هتعمل مشاكل في هذا الامر، يبقى مفيش اشكاليه. لكن مين اللي هيعرف اذا كان في اشكاليه ولا لا؟ اتفضل تحاور مع عموما المهندس محمود طاهر في المؤتمر الصحفي اللي حضراتكم بتشوفوا بعض الجوانب منه. ثمن وقدر كثيرا دور الدكتور محمد فضل الله في وضع هذه اللائحة، وأنه بذل مجهود كبير، وقال أنه كان على بينة وعلى صلة بالمشروع اللائحة الأول اللي كان وضعه مجلس إدارة النادي الأهلي السابق برئاسة الكابتن حسن حمدي، وقال أنه معرفة الدكتور محمد فضل الله بطبيعة الموضوع سهلت كتير وأنجزت جهدا رائعا في سبيل ظهور لائحة أو مشروع لائحة النادي الأهلي. فيها بعض البنود من المهم جدا انه يحدث حوار مجتمعي اهلاوي، هو ده ان شاء الله اللي هيساعد الناس على الحضور، سواء اقيمت في مكان واحد او في مكانين. ليه مكانين؟ برضو هنناقشها، لان فيها بعض الجوانب اللي محتاجة توضح شوية مع الدكتور فضل الله.
هذا الحوار المجتمعي، الكشف عن بعض البنود، إمكانية التعديل في بعض بنود الصياغة لبعض ضبط الصياغة في بعض المواد هنناقشها مع الدكتور فضل الله. هذا النقاش المجتمعي الأهلاوي هو اللي ممكن يحسس الناس بقيمة اللائحة. هو النقاش المجتمعي أصبح دلوقتي معظم الناس المتابعة والمعنية بشأن، وخصوصا بالنادي الأهلي والخلاف الدائر بين الأهلي واللجنة الأولمبية وقبل كده مع مجلس الشعب لحين إصدار بعد إصدار القانون، كلهم أصبحوا مدركين إن الخلافات مش في مجمل اللائحة، لأن الكور الأساسي أو قلب اللائحة هو مستوحاة من المشروع السابق للمجلس السابق، ولكن التعديلات التي أدخلت البسيطة هم في بندين أو ثلاثة على فكرة ماهوش كتير، فأصبح الناس عارفين إن هم الخلاف هيبقى هي في مقر ولا في مقرين، هو على يوم أو على اثنين، هو هيبقى شرط المؤهل العالي معتمد من مؤسسة حكومية مؤسسة مصرية، ولا ممكن واحد ياخد مثلا دكتوراه من بره يقدم لك الشهادة أو بكالوريوس من جامعة خارجية، ولا لازم يعمل إكويفلنت أو معادلة، يعني بعض التفاصيل، وكمان الشرط بتاع الخدمة العسكرية. الخدمة العسكرية هل هو مطلوب؟ خلينا واحدة بواحدة. معنا على الهاتف الدكتور محمد فضل الله. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، تحياتي لحضرتك والمهندس عبد الكريم، تحياتي وكل الشكر على ما بذل من جهد في هذا المشروع يا دكتور. الحمد لله، يعني على طبعا المجموعه اللي كلها اشتغلت، القامات القانونيه اللي اشتغلت في صياغه هذه اللائحه، اتمنى يعني من الله ان هي تلقي ثناء ورأي الجمعية العمومية، وفي النهاية وفي الآخر إحنا اجتهدنا، وإذا كان هناك نقص فنحن بشر، وإذا كان هناك احتمال فهذا من رب البشر، فبالتالي ده في النهاية هو رأي الجمعية العمومية، إما أن تقره وإما أن تعدله أو تغيره. ففي النهاية هو طب سؤال بسيط قوي يا دكتور محمد، هو إحنا التصويت هيكون على اللائحة ككل؟ يعني لو واحد مش عاجبه مثلا بند ما يقدرش يرفض البند ويوافق على بيت اللائحة بحيث ان يحدث تعديل على البند ده؟ تيكت اور ليفت، انما ولا ايه اللي هيحصل؟ لا، هو طبعا التصويت على اللائحة كل يا باشمهندس ان انت بترفض اللائحة او بتفضلها، ثم بعد ذلك اذا ارتأت الجمعية العمومية تغيير اي بند من بنود تلك اللائحة، فمن الممكن ان يتم هذا التغيير في اجتماع جمعية عمومية غير عادي. غير عادي تجتمع الجمعيه العموميه في اجتماعها الغير عادي، تبدا تغير او تبدا تعمل، ودي نصابها قد ايه يا دكتور؟ لان قالوا 20%، احنا قلنا 5% في هذه اللائحه، بحيث ان هي تقدر ان انت تقدر تعدل، لان مش من المنطق ان انت تجيب في جمعيه عموميه غير عاديه 10,000 و12,000. وانا عايز اتكلم في النقطه دي مهمه جدا. لا، الجمعيه العموميه الغير عاديه، غير عاديه بصفه عامه ب 20%، مش كده؟ نعم. طب 20% من عدد الاعضاء، يعني انت برضه بتتكلم على تقريبا 30,000، مش كده؟ ما انت حضرتك الجمعيات العموميه غير العاديه انت بتتحدث على امور من شانها ان تغير من فلسفه ومن رؤيه ومن نظام ومن هيكل مجلس الاداره ومن لائحته. فبالتالي ان انت بتحاول ان انت تؤكد على حضور الجمعيه العموميه، ده امر طبيعي ومنطقي علشان خاطر تضمن ان عمليات التغيير هي عمليات تغيير موضوعيه وليست عمليات تغيير وفقا لاهواء شخصيه. لمزيد من الجديه، انت بتحط مجموعه من النصوص وفي النهايه انت اذا ارتقيت، لان انت ممكن زي ما حصل قبل كده يكون صاحب ثقه، فمش معقول هتسحب ثقه ب 2000 واحد ولا ب 1500 واحد. طبعا يعني مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي ما ينفعش ان انت تهزها بنصوص صغيره يعني. طيب دكتور، انت اشرت الى انه كل نص بشري قابل للاختلاف والاتفاق عليه وقابل للنقاش. خليني من على الارضيه دي اناقش معاك الماده 23 والماده 24، والاثنين مرتبطين ببعض من منظور الناس اللي هي الانتقادات اللي وجهت او المنتقده بالظبط، عشان نوضح للناس. ده اسراء لهذا الحوار يا دكتور. تعقد الجمعيات العموميه في حاله انتخاب مجلس الاداره من خلال عقد لجان انتخابيه باحد مقري النادي بالجزيره او مدينه نصر، ويشرف على هذه اللجان اعضاء من الهيئه القضائيه. يعني ايه الانتخابات هنا او هنا؟ يعني يمكن ان تجرى الانتخابات فقط
في الجزيرة أو في مدينة نصر دون يعني خلينا الجزيرة أن هي ده الطبيعي، يمكن أن تجرى الانتخابات في مدينة نصر فقط؟ لا لا لا، هي هو النص هنا فلسفة طبعا، المادة دي احنا أضفناها بحيث أن احنا بعد ذلك نسهل على أعضاء الجمعية العمومية الحضور، لأن أنت عندك إشكالية في نادي الأهلي فرع الجزيرة أن المكان يعني صعب جدا عملية التجمع العدد الكبير. مجلس إدارة النادي الأهلي ده عملية مؤثرة جدا، احنا محتاجين ان احنا نعظم دور الجمعية العمومية من اطار هذا الدور. انت من المفترض ان انت لا، ما فلسفة فلسفة القرار واضحة، لكن هو السؤال الاستاذ ابراهيم بيقول لك هل ده يتصادم، هل ده يتصادم مع القانون؟ لا لا استنى بس الاول، انت سألت سؤال انت النص هنا بيقول، معلش يا دكتور خليك معانا، النص هنا بيقول ايه؟ تعقد الجمعيات العمومية في حالة انتخاب مجلس الإدارة من خلال عقد لجان انتخابية بإحدى، يا ريت تصلح، بأحد مقري النادي بالجزيرة أو مدينة نصر. يعني ممكن واحد منهم بس ولا الاثنين؟ لا، وفقا لطبيعة هذا النص أنت ممكن تقيم الجمعية العمومية هنا أو هنا، وممكن أن أنت تقيمها في الجزيرة. يعني ممكن تعمله لحظة بس نتوقف، يعني يا تعمله في مدينة نصر يا تعمله في الجزيرة، يا تعمله في مدينة نصر يا تعمله في الجزيرة، كلها ملك أصول من أصول النادي. النادي بقى بيحدد احنا بس بالأول بنفسر البند ما بنعلقش، يعني معنى هذا الكلام يا تعمله في مدينة نصر يا تعمله في الجزيرة. كامل يا إبراهيم، هناخدك واحدة واحدة عشان الناس تفهم معانا. المادة اللي بعديها بقى ارتبطت بيها وخلفتها، يعني هنا هنا أو هنا، أوكي؟ يعني في مكان واحد، يا هيكون يا الجزيرة أو مدينة نصر. المادة 24 التالية ليها: يجوز لأعضاء النادي الإدلاء بأصواتهم في حالة انتخاب مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه، يعني لو انتخابات تكميلية، في مقري النادي. رجع جماعهم تاني، الجزيرة ومدينة نصر. لا، المادة دي لم تخلفتها. إذا أنت أقمت الانتخابات في مدينة نصر فيجوز لأعضاء الجزيرة أن يذهبوا إلى مدينة نصر، وإذا أقمت الانتخابات في الجزيرة. يا دكتور معلش، طيب بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك، المادة الأولانية المفاضلة واضحة جدا، الجزيرة أو مدينة نصر، في كلمة أو. يعني يا ده يا ده، أوكي؟ أنا ده مقري. المادة التانية التالية ليها قالت لك في مقري النادي، الإدلاء بأصواتهم في مقري النادي، يعني رجع جمعهم تاني. هو المقرين في انا بحط صفه احتماليه، نفترض ان انت اقمت. لا معلش، انا 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 بحط صفه جوازيه هنا للنص يا دكتور، معلش بس بعد اذن حضرتك، اصل دول مادتين تليتين، الاولانيه الانتخاب في مكان واحد هنا او هنا، ذس اور ذس، بعد كده اتقال لا ده الاعضاء يدلوا باصواتهم في المكانين، بقى في عطف الجزيره ومدينه نصر، فبانت المساله. يعني 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 احنا كان ممكن نعملها ازاي يا دكتور؟ بعد ما قلنا في حالة انتخاب مجلس إدارة في بأحد مقري الجزيرة أو في مقري الناديين، يعني كان ممكن تتعمل مادة واحدة بتدي كل الاحتمالات، يا تعمل في الجزيرة يا تعمل في مدينة نصر يا تعمل في المقرين. ليه خليناهم مادتين؟ يعني أنا بقول إيه عشان ليه المادتين؟ عشان ما نخليش حاجة تعارض حاجة بقى. النص هنا، النص هنا نص جوازي، بمعنى إن أنا ممكن من خلال هذا النص ان انا اقدر انظم الانتخابات دي. هي مشكله الجمعيه العموميه بس في عمليه الانتخاب ايه؟ ان اليوم الاجتماعي اللي هو الخاص بانتخاب مجلس الاداره هو يوم اجتماع لجمعيه عموميه عاديه، والاصل فيه ان انت بتقر فيه الميزانيه في هذا اليوم. هتناقش المجلس ده اللي انا هسالك فيه بقى، ده اللي انا هسالك فيه. فبالتالي هي دي كانت الاشكاليه قصاد ان انت تحرك الناس ازاي. فبالتالي انت اتحت الفرصه ان انت من الممكن بموجب هذا النص ان تعقد انعقاد الجمعيه العموميه اللي تناقش المجلس في عمليه الانتخاب، في عمليه الميزانيه الماليه في الجزيره، ثم تطلق عمليه الانتخابات في المقرين. تمام؟ بحيث ان انت لا طب لا لا لا, لا عمليا عمليا هنا في تصادم واضح جدا يا دكتور بعد اذن حضرتك. جدول الاعمال بيتضمن من ضمن بنوده مناقشه الميزانيه والحساب الختامي والادلاء بالانتخاب وما يستجد، وما يستجد من اعمال لو كان في اي مقترحات مطروحه. انت هنا لما جمعت الانتخابات هتتعمل في المكانين وفقا للماده 24،
هنا مفيش اي نص. طب اعمال الجمعيه العموميه لمناقشه بقيه بنود جدول الاعمال، يعني مجلس الاداره هيحاسب وهيناقش مع من قبل الجمعيه العموميه في الميزانيه، فين في انهي مقر؟ ده في الجزيره وفي مدينه نصر، الاثنين فيهم انتخاب في يوم واحد. انت حضرتك دي لائحه النظام الاساسي، لائحه النظام الاساسي كويس. انا لا اضع فيها لائحه النظام الاساسي بالنسبه للانديه هي الدستور الاعلى، فبالتالي هي النظام العمل الذي يحدد العمل، ولكن في النهايه هيبقى في لجنه انتخابيه تحدد طبيعه انعقاد ذلك اليوم. هل احنا هنقعد نناقش الميزانيه؟ ماشي ماشي خلاص. هو عشان ما نخش اصل دي هنفضل نقول نفس الكلام، هو بيرد رد بيقول لك انا بحط لك دستور وانت حط بقى لائحه تنفيذيه او سيبها للجنه الانتخابيه، ده رده. لكن خلينا بقى، طب انا بقترح صياغه عشان بدل ما نعملهم مادتين نخليهم كلهم في ماده واحده ويجوز، يعني بعد ما نخلص الفول ستوب الهيئات القضائيه في 23 ويجوز لاعضاء النادي لإدلاء بصمته يبقوا بند واحد. ليه اسمينهم على 23 و24؟ مفيش ما يمنع، هي الفكره بس هي عمليه التوضيح للناس عشان الناس تبقى فاهمه ان الهدف من المادتين هو كده بتربك اكتر. يعني اذا كنا نقدر نتدارك دي وندمجهم في ماده واحده، في ماده واحده بنفس الصيغه، يعني بس الاثنين يبقوا 23. مفيش ما يمنع، ماشي بيه. هي في النهايه احنا بنستهدف ان احنا طيب هتروح في المطار تنتخب. طيب بوضوح يا دكتور، لان انا الحقيقه للاسف القانون 71 مش قدامي، هل مفيش، هل النص ده لا يتصادم مع صحيح القانون اللي هو اتقال من قبل اللجنه الاولمبيه انه اجراء الانتخابات في المقر الرئيسي المشهر فيه النادي ده نص في القانون؟ هل معلوماتك ده موجود نصا؟ استاذ ابراهيم بس انا عاوزكم تسمعوني بس في الجزئيه. اتفضل. تمام. اولا لا يوجد نص في الميثاق الاولمبي يعطي الحق للجنة. انا بالنبي بتكلم على القانون 71 بعد اذن حضرتك، لانه دي اللائحه التنفيذيه للقانون، واخد بالك؟ لا ما فيهوش ده المهم، ما حددتيش ما فيهوش ولا توجد اي سلطه في العالم تستطيع ان تتدخل في عمليه تحديد اجتماع الجمعيه العموميه لمؤسسه رياضيه، ده مش موجود في العالم ولا يوجد نص. وانا كنت طلبنا يا جماعة القضية ليست خناقة، القضية قضية قانون وتفسيرات. بالظبط، ده اللي أنا بسألك عليه، يعني المعايير الدولية والميثاق الأولمبي ده قضية تانية، لكن أنا بتكلم على لائحة تنفيذية مش موجود، يجب إنها تقيد بنصوص القانون وصحيح، ده مش موجود. وبعدين كويس، مش موجود في القانون. كويس. مين يشرف على الانتخابات بقى؟ إشراف قضائي. من قبل مين؟ يعني أنا عندي المادة 27 عشان توضح للناس، يؤلف مجلس الإدارة لجنة بإشراف قضائي، يعني هنا اللجنة المجلس الإدارة هو اللي بيشكل لجنة قضائية مش كده؟ نعم، يؤلف مجلس الإدارة لجنة بإشراف قضائي وعدد كافي من المعاونين للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية بما فيها الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتيجة واختار اللجنة الأولمبية. يعني أنا هنا اللجنة الأولمبية فقط بتختار، لا تراقب انعقاد الجمعية مش كده؟ ليس لها علاقة. تمام. إذن يعني دلوقتي بقى مسألة تحديد اللجنة اللي بتراقب الإجراءات سلطة مجلس الإدارة، سلطة مجلس الإدارة مش الجهة الإدارية. سلطة مجلس الإدارة هو اللي بيؤلف تلك اللجنة بإشراف قضائي من أعضاء النادي، ويجوز لمجلس الإدارة من خلال اللائحة التنفيذية للجنة الانتخابات اللي هي هتؤلف إن هي تستعين بإحدى الجهات القضائية في الدولة للإشراف الكامل على العملية الانتخابية زي ما هو معمول به في القواعد الإجرائية الخاصة. يجوز لكن مش يلتزم. 15. يجوز ولكن لا يلتزم. ما أنا بقول لحضرتك وفقا. خلي بالك يا دكتور فضل الله، إحنا بنناقش اللائحة اللي مش معمولة للظرف ده، دي معمولة كل المجالس الآتية بإذن الله دستور باحتمالات كبيرة جدا، بشخصيات ما إحناش عارفين هتكون مين هي، بتوجهات كل مرحلة، بظروف مختلفة كتيرة جدا، وفي تخوف ان كل واحد ياخد من الميزات دي بعض المصالح الخاصة. يعني احنا مش بنتكلم على اللحظة الآنية وان احنا عارفين كل الناس وانه كلهم طالعين من وصدق توجه من مناخ واحد وكلهم متربيين بسلوك واحد وكلهم شافوا النادي الاهلي بيتصرف ازاي، لكن كمان 10 سنين الامور هتختلف. اللي انا اؤكد عليه يا باشمهندس عدلي ان مجلس الاداره لم يتدخل في اي نوع من انا متاكد مش بتكلم على المجلس ده، انت تضمن هذا في المجلس بعد اللي جاي، مش اللي جاي بقى كمان
بعد اللي جاي؟ لا مش عارفين مين ده. طيب برضو المادة 41 يا دكتور فيها لبس محتاج يوضح شوية. لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة نادي، ولا يجوز الجمع بين عضوية النادي وعضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي. يعني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ما يبقاش عضو في مجلس إدارة نادي الصيد، مش كده مثلا؟ نعم. أو ما يبقاش عضو في اتحاد الكرة أو اتحاد السباحة. ما ينفعش ان الاستاذ ابراهيم تمام يبقى عضو مجلس اداره تمام تمام ما ينفعش يبقى مع اتحاد تمام طبعا طبعا تمام. كما لا يجوز الجمع بين عضويه مجلس اداره النادي والمعلن لدى والعمل لدى النادي بمقابل او دون مقابل. بدون مقابل مش 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 باينه يعني ايه بدون مقابل. يعني عضو مجلس اداره يعني النادي الاهلي دلوقتي سين او صاد هو بيعمل لصالح النادي في ملف ما بدون مقابل او في اشراف على لجنه او اشراف على لجنه او اشراف على قطاع نشاط رياضي مثلا. ما يخشش في اي عمل تنفيذي فيه اتخاذ قرار سواء كان هذا العمل بمقابل او غير مقابل. على فكره يبقى لازم تتقال العمل التنفيذي بقى، لان انا بموجب النص ده ما ينفعش عضو مجلس الاداره يساعد في دعم النشاط الرياضي مش مثلاً. دعم لا استنى بس يعني ما هو العمل ما تيجي ندي ما تيجي ندي امثله محدده. يعني مثلا في وقت ما كان عضو مجلس إدارة رئيس لجنة هندسية، وفي عضو مجلس إدارة رئيس لجنة ثقافية، وعضو مجلس إدارة رئيس لجنة الاستثمار، أو عضو لجنة الكرة، أو عضو مجلس إدارة الكرة، بيبقى لها تفويض خاص. خلاص ما هو بموجب اللائحة لا يجوز. مثلا هل ده معناه إن أنا كعضو مجلس إدارة، نرجع بقى للفلسفة اللي كان الكابتن صالح بينادي بيها، أن عضو مجلس الإدارة هو عضو داخل حجرة الاجتماعات وليس له أي علاقة بالعمل التنفيذي أو اللجان أو الحاجات دي، يعني هي دي التارجت بتاعها هتبقى كده؟ ودي فلسفة ورؤية ثاقبة من الكابتن صالح سليم. هو ده نظام الاحترام، أنا راجل عضو مجلس إدارة بأشرع للسياسات، اما فيما يتعلق بالنظام المحترف اللجان بقى والفرق والادارات دي هي لناس متخصصه محترفه. يعني النهارده انا بعمل بطوله يا دكتور زي ما شفنا كلفنا قال ان فلان عضو المجلس رئيسا للجنه المنظمه للبطوله ده عمل لصالح النادي. لا انا بجيب او راس بعثه انا باشرف اشراف عام، لكن رئاسه اللجنه او رئاسه لجنه منظمه او الكلام ده دي اداره محترفه انا من فوق بشرف عليهم، والادارات المحترفه هي اللي تنظم هذا الحال. لا انت بتقول باجر بمقابل او بدون مقابل. ما هي حته بدون مقابل هي اللي ملخبطانه. بمقابل مفهومه، بمقابل محظوره، انما اللي ملخبطانه ان بدون مقابل يعني على حاجات كتير. انا اجي اقول مثلا اتفضل يعني مثلا ايه رئيس لجنه الكره كويس. هي لجنه الكره دي هي او اي لجنه من لجان الالعاب مش دي بتتخذ قرار تنفيذي؟ ايوه هذا القرار ممكن لجنه الكره دي تبقى متطوعه بدون مقابل، ولكنها بتتخذ قرار تنفيذي، فكيف لعضو مجلس اداره بيتخذ قرار نفسه؟ ما ده سؤالنا يعني إذن خلينا في الكيس اللي احنا فيه دلوقتي. النادي الاهلي مجلس الاداره فوض المهندس محمود طاهر بالاشراف على الكوره، او فوض الاستاذ مروان او الدكتور مهند ببطوله افريقيه او بقطاع في النشاط الرياضي، مش هيحسب طبعا بدون مقابل. اللائحه بتمنعه. الاشراف ليس عملا تنفيذيا، ليس قرارا تنفيذيا. الاشراف ده انا بشوف ايه الاشكاليات، بشوف ايه المواجهات، بس بياخد قرار حتى يعني بيبقى لا انت يعني خلينا نسخها بطريقه ثانيه يا دكتور. يعني ما يبقاش رئيس اللجنه المنظمه، انما يبقى مشرف. يعني هتجيب رئيس للجنة المنظمة تمام كده يا باشمهندس، ويبقى مشرف من قبل المجلس يراقب الأداء. أنا ببقى مشرف حلقة الوصل بيني وما بين، ولكن ليس له قرار للعمل، هو حلقة وصل وليس له قرار وليس له توقيع على أي شيء، وليس له قرار وليس له توقيع، هي حلقة وصل بينه وما بين مجلس الإدارة. عشان كده حتة أو دون مقابل يعني كانت عايزة توضيح، هي اللي عايزة توضيح أو ينص على حتة حظر العمل التنفيذي تحديدا. دي مقترح يعني للتوضيح. خلي بالك يا باشمهندس، خلي بالك أستاذ إبراهيم، اللائحة دي هيستتبعها لوائح تنفيذية مؤكد لكل في تخصصه. طيب في بقى برضو مادة تالية ليها مرتبطة بيها عايزة توضيح، المادة 42. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية. يعني أنا هنا المفترض أقول
عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، لأن دي لائحة النادي الأهلي، أنا مش معني بأي هيئة رياضية أخرى، لكن الصياغة هنا عايزة ضبط شوية يا دكتور. يعني بدل حتة أي هيئة رياضية لازم تبقى لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة على أحكام القانون أو وفقا لأحكام القانون. يعني إيه الشركات المنشأة على وفق أحكام القانون؟ شوف حضرتك طبعا أو العمل، يعني بقية المادة أو العمل لديها بمقابل أو دون مقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة اللي هو المفترض النادي برضو ينصح يعني على النادي. الهيئة دي لازم تتشطب ويكتب النادي. النادي. العمل بالشركة. هي في المراجعة في الصياغة ممكن تتعدل. أيوة. بعد إذنك أنا هحطها قدامي. هيا دكتور حاشب الهيئة هحط النادي. النادي عشان. هي النادي. أنا معني بالنادي مش بأي هيئة. بص يا أستاذ إبراهيم. قبل انقضاء سنتين، عايزك تفككها لنا يعني ايه قبل انقضاء سنتين على الاقل من تاريخ عضويتهم بمجلس اداره الهيئه، يعني عضو مجلس اداره النادي الاهلي ما ينفعش يبقى. اتفضل. بص يا استاذ ابراهيم، انا الماده دي انا كمحمد صلى الله مش موافق عليها، ولكن انا مجبر انها احطها لان للاسف القانون وضعها. القانون حضر على اعضاء مجلس الاداره في المهندس عادل القيعي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. تمام. لا يجوز له أن يكون عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم. أيوه ده شركة الأهلي الإنتاج الإعلامي. تمام. وعلى فكرة ده مطبق من المجلس السابق يعني. رغم إن ده ما فيهوش أي سند قانوني دولي، يعني ما فيش ما يمنع هذا الأمر في الجمع طالما إن أنت بتقر بعدم اكتساب أي أرباح مالية نظير الإدارة وأنت عضو مجلس إدارة النادي، فما فيش ما يمنع. لأن أنا هدي لك أمثلة، نفترض إن أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخب من رجال الأعمال الكبار وأنت استثمرت في النادي، الشركة اللي أسست دي بقى ليها كيان وبقى ليها جمعية عايز تستفيد بخبرته من المساهمين. أيوه تمام. أيوه. اختاروا انه يكون رئيس مجلس اداره الشركه، ايه اللي يمنع ما بين الكلام ده؟ طب رئيس رابطه الدوري الانجليزي المهندس عادل القيعي يعلم ذلك، هو رئيس اتحاد الكوره. واخد بال حضرتك؟ مفيش ما يمنع هذا الكلام، ولكن انت امام قانون حط لك النص ده هو. فانا كان لكن انا لو ما كانش في نص يمنع في القانون كنت مع جوازيه الجمع بين عضو مجلس إدارة النادي وعضو مجلس إدارة أي شركة، لأن خلي بالك يا باشمهندس وخلي بالك يا أستاذ إبراهيم هذا النص في منتهى الخطورة. أنت لما هتؤسس شركة الأهلي لكرة القدم أصبحت مجلسا للإدارة مختلف عن مجلس إدارة النادي. تمام. لو طبقت قواعد الاحتراف في اتحاد الكرة هيبقى مجلس إدارة الشركة ده أو الشركة دي هي اللي هتسجل في رابطة الأندية المحترفة وليس النادي، وهيبقى منفصل عن النادي، هيبقى منفصل. فتخيل بقى الاهلي بكيانه الكبير بمجلس ادارته ده كله لن يكون له علاقه بكره القدم في اتحاد الكوره. تمام. بس انت قلت كلمه دلوقتي عايزه يعني هي ملهاش علاقه بالقانون هنا، بس بتقول ان رئيس لجنه الرابطه هو رئيس الاتحاد الانجليزي. انا اعتقد انه بينتخب وبيبقى متفرغ ومحترف. نائب رئيس الاتحاد الانجليزي هو رئيس الرابطه. قبل كده كان جامع ما بين رئاسه الاتحاد ورئاسه الرابطه، لما ساب الاتحاد ده ابوه برضه رئيس للرابطه. انا قصدي في اللي هو ريتشارد جيل اللي يمنعني. سير ريتشارد جيل. ساعه لما انت رحت وخدت الدوره انجلترا، فاكر يا كابتن باشمهندس عادل؟ كان هو اللي جامع ما بين الاثنين. تمام. فانا بقول ايه اللي يمنع؟ انا دلوقتي راجل استثمرت في شركه الاهلي لكره القدم، الجمعيه العموميه للشركه جابتني رئيس مجلس اداره، ايه المشكله اللي انا امنع طالما ان الشركه دي تندرج تحت مظله النادي؟ خلينا في اللي مكتوب الإدارة. هنعمل ايه؟ ما ضرر ايه مكتوب خلاص في اللي مكتوب، ما دام هينفع ان عضو مجلس اداره النادي يبقى عضو مجلس اداره الشركه او اي شركه تانية. تمام. في الماده نفسها بقى 41 في نقطه لازم نتداركها يا دكتور، لا يجوز الجمع بين عضويه اكثر من مجلس اداره ناد، ولا يجوز الجمع بين عضويه النادي وعضويه مجلس اداره اتحاد رياضي. هنا مش عضويه نادي، عضويه مجلس اداره النادي. ما هي عضويه. لا 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 مش هي لا الصياغه، بس استنى عشان الصياغه، لانه عضويه النادي في 140 الف عضو في النادي، واخد بالك؟ نعم. بالنص ده لو التزمنا بهذا النص الحرفي اي عضو في النادي الاهلي ما ينفعش يبقى عضو في اتحاد الكره او اي اتحاد، يعني وجود يعني عايزين نضيف كلمه عضو مجلس اداره مش عضو نادي، عضو مجلس الاداره لا يجوز الجمع
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وليس النادي فقط. يعني برضو نضيف كلمة أيوة عضوية مجلس إدارة النادي بالضبط. لا مجلس إدارة هنا فاصلة، لأنه كده العملية يبقى هنا بوريدة ومجد عبد الغني وأحمد مجاهد وكل اللي موجودين من أعضاء الهيئة عشان نجري. هو مقتنع معاك. هي نص الجمع ما بين عضوية مجلس الإدارة هي سوء صياغة. هي بس يعني إنما مش سوء صياغة، سقط سهو. سقط سهو بس يعني، لأنه ده تشريع يا دكتور. في جزئية التجنيد برضو محتاجة تفسرها لنا شوية. في شروط الترشيح، في شروط الترشيح برضو في المادة 42 نفس الشيء. لازم يتقال مش أي هيئة، مجلس إدارة النادي. النادي النادي أي كلمة الهيئة تستبدل بالنادي. اتفضل يا دكتور. أفتح بس لحضرتك الجزء اللي بتاع التجنيد، شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها طبقا للقانون. تمام. دي المادة كام يا دكتور؟ دي كام؟ المادة اللي هي الخاصة، المادة الخاصة بالترشح أعضاء مجلس الإدارة. تمام. اتفضل اقراها من عندك برضه يا أستاذ إبراهيم، عشان يبقى أنت حضرتك يعني المشاهدين متابعين معاه، فاقراها من عند حضرتك. هي مادة كام؟ أنا كانت قدامي خاصة بترشح مجلس. أيوة ما أنا عايز أعرف. أنا اللي هي في المشكلة بس إن أنا عندي اختلاف في أرقام المواد. أيوة في عملها. هي لسه كانت قدامنا دلوقتي عادة. هي عموما يا دكتور هتلاقيها قبل اختصاصات اجتماعات مجلس الإدارة. هتلاقي حضرتك يتقدم المرشح أو وكيل عنه بالتوكيل وهكذا. على العموم التجنيد إما أن يكون أدى الخدمة أو يكون قد أعفي منها بالطريق الرسمي. تمام. أو بالطريق القانوني الذي يوضح. هنا يحضرنا سؤال. واحد رشح نفسه. أهي يا دكتور. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها طبقا للقانون. نعم. يعني حل تاني. يعني لم يصبه الدور غير لائق طبيا، لكن ما يدخلش فيها التأجيل. إنه ممكن يكون. لم يحدد موقفه بعد. لأن أنت أديت سن. أيوه. اديت سن الترشيح 21 سنة مش كده؟ يعني نعم. انت عندك عضوين تحديدا للشباب تحت 35 سنة، تحت ال 35 يبدأ من 21 سنة. لو شاب عنده 21 سنة اترشح وده حق قانوني وفقا لده، ما لم يصير السن بتاع حسم السن التجنيد في مصر عند سن ال 30. يعني عند سن ال 30 35 لا 30 سنة بيتحدد موقفه، يا إما ياخد إعفاء يا إما يتحدد موقفه. هل لو عنده 21 سنة وترشح هو لا أعفي لسه ولا أداها؟ قد يكون مؤجل لسبب اجتماعي أو لسبب ارتباطه بالتعليم. فهنا لازم يضاف حالة ثالثة، بدل ما بقول أو أعفي منها أو تقديم ما يفيد موقفه من السجلات العسكرية. عشان كده احنا قلنا ايه؟ قلنا لا. لان انت عندك حاله واحده بس اللي هي فيها الاشكاليه دي. الشباب. اما اللي هي فكره ان انت بتروح مثلا تاخد تاجيل 3 سنين. تمام. طب ده ايه؟ هو ده ادى الخدمه؟ لا. او ما اداش؟ ولم يعفى منها بعد. ولم يعفى منها بعد، مؤجل. بس. انا بيبعت لي بخاطب بيجيب لي من جهه التجنيد بيقول لي والله لا هو في الانتظار. هو لسه ما اداش الخدمه، هو طيب. من الممكن ان يكون عشان كده لازم ينص على ده. مش انت عايز بس عشان ما يبقاش هو، قول له عايزين الصياغه، يعني ضبط الصياغه. مش خلاف على الماده. ما هو عشان ما نخشش في ديبيت، انت خلاص عايز الهدف من الموضوع انه يثبت انه لم يتهرب من الخدمه العسكريه، مش كده يا دكتور؟ بالظبط. ان احنا ان هو الراجل ما اداش خدمته العسكريه وبعد كده عدى 30 سنه وبعد كده تصالح، لان دي بتبقى عقوبه ودفع المبلغ المالي. انا عايز اجي هنا بقى يا دكتور، عايز اجي هنا. نعم. انت لما بتيجي في جرائم المخله بالشرف بتقول ايه؟ بتقول ان هو يعني ما صدرش ضده احكام جنائيه او تهم مخله بالشرف ما لم يرد له اعتباره. يعني إذن انت ممكن يبقى اتحكم على واحد وبعدين راح الدوله ردت له اعتباره. اللي بيتصالح مع الجيش ما هو نفس القصه، هو راح والا الجيش كان قبض عليه وسجنه. لكن هو بيروح
بيسوي موقفه من الجيش. يعني كان بدل كل الالتباس ده نقول يجيب ما يفيد من الجيش موافقته على الترشيح. السجلات العسكرية بالظبط. موافقته على الترشيح. بس احنا لما انت بتصيغ انت بتتكلم على رياضه، بتتكلم على نادي رياضي بيحث على الانتماء، بيحث على الولاء. انا مش ما انا بقول لحضرتك انا بكلمك ان طب وبيحث على الفضيله، يبقى برضه اللي خد حكم ما تديلوش فرصه انه لو رد له اعتباره ترجعه. بس هو ده بياخد ده. خلي بالك اللي بيهرب اللي بيهرب من التهمه العسكريه بيتحاكم وبعدين بيغرم او بيتسجن وبعدين بي 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 ممكن يرد له اعتباره. في الحاله دي هتعمل ايه؟ يعني هو ما انا بقول لحضرتك انا دلوقتي لازم انا قلت في الاخر او اعفي منها طبقا للقانون. طبقا للقانون دي بقى بتحط لي كل الحالات. يعني تنطبق عليها الحالات دي، يعني لو جاب لو جاب من السجلات العسكريه ما يفيد انه ليس عليه ليس مطلوبا وليس عليه احكام تحول دون ترشيحه، هتقبل انت بالورقه دي؟ ما هو انا قلت او اعفي منها طبقا للقانون، لكن لما انت تيجي تسالني بقى انا كراجل مشرع بحط اطار، واحد عارف ان هو عنده جيش وراح وسافر وقعد والكلام ده كله وما رضيش يجي، انا ما اقدرش يعني انا كمحمد صلى الله ما اقدر انا كشخصي، لكن انا كراجل بحط بالتشريع لنادي ولا الكلام ده ما اقدرش اقول كده. بقول ان انا والله قدام حالتين، اما ان انت تكون اديت الخدمه العسكريه تجيب لي شهاده وتقول لي ان انت اديت، او ان انت ما تكونش اديت الخدمه العسكريه تقول لي شهاده ان انت أعطي. انا بس عايز المسطره بتاعه المتهرب من الخدمه العسكريه زي المختلس وزي المجرم وزي اللي عمل جريمه وارد له اعتباره، مش اكتر من كده. يا الاثنين ما يخشوش، يا الاثنين ما يخشوش، وده الافضل. لان في الحاله دي انت برضو نفس القصه، انت ما هو انت عايز عنصر لا تشوب شائبه في مجلس اداره النادي الاهلي او في رئاسه النادي الاهلي، يبقى لازم الافضل ان ما يكونش في ماضي شوائب. ايوه بس احنا بنتكلم على مجلس، فما تقولش الواحد ما لم يبرأ منها وتقول للتاني انا مش واخدك حتى لو برئت منها. طيب وفي نقطة مهمة أنا عايز أأكد عليها، إشكالية اللجنة الأولمبية الدولية دلوقتي مع اللجنة الأولمبية في الهند، إن الهند عايزة تعترف بالناس اللي كانت عندها أحكام، بيقول لك والله هو أدى عقوبته، ليه أفضل حرمه طول حياته من إن هو يترشح لمجالس إدارات المؤسسات الرياضية؟ دي مشكلة رئيسية ما بين اللجنة الدولية. مش قدوة هو الراجل الرياضي ده، مش قدوة. طب إزاي ناخد قدوتي من واحد عنده إشكالية؟ هي القانون بيحسم المسائل دي. لا أنا معاك، أنا على فكرة أنا معاك في إنك تحط الضوابط لاستبعاد كل من تشوبه شائبة، بس صحيح. أنا عايز المسطرة تبقى النص فيها مش معقولة المختلس طيب. يميز عن المتهرب يعني. أخيرا يا دكتور، بالنسبة للشرط العلمي، من ضمن الشروط أن يكون أن يكون حاصلا على مؤهل عال بموجب مستند رسمي من قبل الجهة المختصة بذلك داخل الدولة. النص على داخل الدولة، يعني أنا لو خريج جامعة في واشنطن ولا في كاليفورنيا، أكسفورد مثلا، أنا خريج أكسفورد، أنا مش هنا داخل الدولة، هل ده مش مؤهل عالي ولا إيه اللي بيحصل؟ شوف حضرتك النص ده بالذات أنا اللي صغته. اتفضل حضرتك عشان خاطر بس نوضح الحقائق في هذه المشكلة. اتفضل. وكانت السيناريوهات إن أنت من حقك إما إن أنت تخلي كل مجلس الإدارة مؤهلات متوسطة، إما كله مؤهل عالي عشان تقدر يبقى دستوري، ما ينفعش تقول إن رئيس النادي مؤهل عالي والأعضاء متوسط والعكس صحيح. يا كله متوسط يا كله ما عالي. ينفعش التفرقة بين الرئيس والأعضاء طبعًا. ما ينفعش. فأنا كان وجهة نظري إن ما ينفعش الأهلي يدار بمؤهل متوسط. اتفقنا أو اختلفنا. وفكره ان انت بتقبله كعضو دي قضيه. انا بتكلم بس على حته داخل الدوله، يعني لو خريج اكسفورد ما ترشحش. انت رحت خدت من امريكا انت رحت خدت زي بالظبط احنا مثلا هنا في الامارات، انا باخد شهاده دكتوراه من مصر، لازم عشان يتم العمل في الامارات يجب ان تعترف بها الدوله من خلال المعادله الرسميه العلميه. نفس الحكايه بس النص هنا ما بيقوليش اعمل معادله يا دكتور، بعد اذن حضرتك النص هنا ما بيقولش تعترف بيها من خارج، مش معادله بتعترف بيها، يعني هو الراجل الجهه المسؤوله عن الاعتراف بالمؤهلات العليا في الدوله دلوقتي، ما كنتش اقدر اقول المجلس الاعلى للجامعات لان ممكن الجهه دي تختلف في المستقبل، فقلت جهه معترف بيها داخل الدوله. يعني مثلا ممكن من خلال السفاره، مثلا انا في امريكا وخدت بكالوريوس من جامعه، ممكن السفارة تعتمد لي على اعتبار انها مدركة ان مثلا جامعة كذا يل ولا جامعة الكاتيجوري بتاعها ان هي كذا ولا يعني في جامعات مشهورة على مستوى العالم،
تقول ايوه دي جامعه بتدي يعني مش يعني مش ممكن اعتمد انا معهد كذا اسمه ايه اللي عندي هنا ده اي معهد وما اعتمدش جامعه مثلا زي هارفارد مثلا. انت خد اللي انت عايزه من بره، في النهايه هتيجي بالشهاده دي مصر، عندك وزاره التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات يجيب لنا جواب او افاده رسميه يقول ان تلك الشهاده تعتبر مؤهلا عاليا معمول بيه في مصر، خلاص كده. طيب هنا بقى هنا انا لو اضفت كلمه تعتمد هحل اللبس ده، لانه لما يتقال ان يكون حاصلا على مؤهل عالي بموجب مستند رسمي من قبل كذا اللي داخل الدوله بتبين لي ان انا لازم أن اكون خريج داخل الدوله، بينما اللي حضرتك تقصده ان الشهاده تعتمد من جهه رسميه داخل الدوله. ده انا بالعكس، ده احنا فاتحين النص، انت تجيب اي مؤهل عالي كويس بموجب مستند يعتمد أيوة. ممكن نضيف كلمة يعتمد بموجب مستند رسمي يعتمد من جهة مختصة داخل الدولة، يعني ممكن إضافة كلمة يعتمد بس بالنص ده لو حضرتك قريته تاني معترف بيه من قبل. أيوة معترف أم معتمد يعني ما هتعتمده في الآخر، عشان بالشكل ده أي حد خريج بره مش هيقبل. لا 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 بالعكس، كل واحد خريج معاه مؤهل. أنا فاهم اللي حضرتك تقصده كمشرع، بس أنا بقول لك النص ده يقيدك بالشكل ده. إذن تمام بنقترح ولك ان يعني برضه خلي بالك يا باشمهندس، خلي بالك ده النص العام، في النهايه هتيجي لجنه الانتخابات هتقعد وتقول شروط الترشح اهي، المرشح اللي هيروح يجيب الاشتراطات اللي هتحطها، انا احنا بنحط نص عام. ما نريح الناس من دلوقتي، ما نسيبهاش لاخر وقت. قول ما يعتمد بس خلاص، كلمه يعتمد تضاف تحل الاشكاليه. طيب النموذج المعلن امتى يكون قابل للاضافه عليه او الحذف منه يا دكتور؟ قبل العرض على الجمعيه العموميه ولا بعد الجمعيه العموميه وقبل مجلس الاداره؟ امتى؟ بص حضرتك، هو طبعا الملاحظات دي ممكن دلوقتي ان مجلس الاداره يكون سامعنا، وممكن يكون ملاحظات حضرتك الكلام ده ممكن ان هو يعدل فيها قبل ما يبعثها بالخطاب الرسمي او بعد قبل ما بدل ما تبعتتش يعني يا ابراهيم ده يعني ده مشروع لغايه لما تعلن على الملأ. يبقى هو اعلن رسميا يجوز ان انت تعدل من لفظ، تعدل من وهو ما يجي اعلان هيختم على الاعلان من الناحيه القانونيه، التعليق في لوحات الاعلان ووسائل الاعلام بتاعت كل النادي صفحة ضروري، ولا ترسل للاعضاء اللي هي حددتها القواعد الاجرائيه الخاصه ان انت بتبعت للاعضاء عن طريق بقى الاعلان، عن طريق النشر في الجريده الرسميه. واظن لازم تختم كل صفحه ولا مش ضروري؟ نعم يا فندم، لازم تختم كل صفحه بختم النادي ولا مش ضروري؟ يفضل هو ده تختم كل صفحه ده اللي دي الصفه الرسميه. قبل ما تختم وقع منك كلمه وتوضيح زي اللي بنقوله، علشان كده النادي مليء بالكوادر القانونيه والفاهمين جدا في الصياغات شيء والقانونيه شيء. ابراهيم لازم يطرح للحوار فعلا مجتمعي بين الاعضاء، هتلاقي اضافات كتيره برضه، مش اضافات، تعديل في تعديل ضبط. يعني انا بقول لك ضبط الصياغه، لان ضبط الصياغه غير المناقشه القانونيه. بالظبط، المناقشه القانونيه دي عايزه قانونيه، زي ما الدكتور كده بيدي لك روح الماده. أيه. ايه الهدف منها، لكن ممكن تكتبها لا تؤدي الغرض من مش كده ولا ايه يا دكتور؟ احنا برضو عايزين ناكد، احنا يعني انا خلي بالك، هو العمل كان مقسم ما بين طبعا استاذ رجاء عطيه، هو صاغ اللائحه بصفه عامه من الناحيه القانونيه ومن ناحيه الدباجه القانونيه خاصة بمراجعة المستشار عبد المجيد محمود، أنا كانت عندي بعض الومضات في بعض الأمور، يعني أنا اهتميت جدا بالجانب الاستثماري، الجزء اللي فيه الجانب الاستثماري إن النادي يعمل بقى مستشفيات طبية، وده غفله القانون للأسف، تمام؟ ما بس القانون مش مديك الحق في الإطار العام؟ لا ما ادانيش الحق، يعني من المفترض طبعا قوانين زي ما احنا بنصيغ دلوقتي في العديد من الدول، ان انت بتديني بقى ايه هي المجالات، ايه ضمانات وحوافز الاستثمار الرياضي، ازاي الدوله تشجعني على الاستثمار الرياضي، العلاقه الضريبيه. طب دي مهمه قوي دي يا دكتور. ما انا بقول لحضرتك القانون غفل ده يا باشمهندس عدل للاسف، واخد بالك؟ بس طب ما غفله كويس كده، ولكن هناك مبدا قانوني، القصد الاصل في الامور الاباحه ما لم ينص بالحظر. يعني انا اخده بالمفهوم العكسي، طالما انك ما حظرتش عليا فهو مباح. يعني في الاول كان يقول لك ايه يا دكتور، تعريف النادي حتى هي انديه خاصه ذات نفع عام لا تستهدف للربح. انت لو شلت لما تشيل الجمله دي يبقى انت اديتني الحق
ان انا بقيت شخص اعمل اللي انا عايزه، يعني ما قلتليش ما تربحش. أيدني يعني جه أيدني مثلا بموضوع الشركة المساهمة. طب افرض أنا عاوز أخش في نموذج آخر من الشركات معمول بيه في نظم العالم مثلا، يعني معظم الشركات دلوقتي في العالم شركات ذات ملكية فردية. افرض أنا عايز أخش في شراكات مع، ليه أنت مأيدني في ملكية فردية؟ نموذج يعني في شركات ومؤسسات في الأندية العالمية ملكية فردية، بيبقى خلاص طالما تخطيت 80% من الإجمالي الأسهم اللي عندك بقت أنا. ما هو أنت بقى هتدخلنا إن ممكن واحد يجي يشتري النادي ويعمل شركة و... وبعدين انت ليه تخش في قصه، يعني احنا قلنا ان الانديه الرياضيه دي يا باشمهندس عادل، والنقطه دي برضه يا باشمهندس نقطه مهمه جدا، نادي زي النادي الاهلي ما ينفعش يعمل شركه مساهمه في كره القدم. شركه مساهمه في كره القدم هتبقى هي صاحبه القرار والملكيه في الاصول الثابته والمنقوله لقطاع كره القدم في النادي. ايوه طبعا، بالتالي تستطيع ان تغير من الاسم، تستطيع ان تغير من اللوجو، تستطيع ان تغير من الهويه، تستطيع ان تتحكم في اداره الاصول. عندي اقتراح بحل كده، ما اعرفش يكون مناسب ولا لا، انت تقدر تراجعني فيه. دلوقتي انا عندي شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، ولما جينا عايزين نمارس التسويق اضفنا عليها اغراض اخرى والتسويق. على فكره ممكن نضيف واداره كره القدم ونخلص من الليله دي، ايه رايك؟ يعني انت بص حضرتك في حلول كثيره، لكن انت لما تسالني عن رايي الشخصي انا مع رؤيه ان اولا القواعد الاحتراف ما الزمتنيش ان انا اعمل شركه، ما حدش الزمني في الاتحاد. يعني ما حدش الزمك؟ امال مين اللي بيلزمك؟ ما فيش الزام، الاتحاد الدولي الزمك ان تفصل ميزانيه كره القدم عن ميزانيه النادي، وده اللي احنا عاملينه حساب بنك مستقل، وده تقدر تعمله بحساب بنك مستقل بقطاع اظن مستقل. ده معمول اوريدي، معمول، ده معمول حاليا، ده بدليل ان في اسمه رئيس قطاع كره القدم بالزبط. بميزانيه مستقله، تمام كده. انا مع بقى، ولذلك احنا هنا حطينا في النص، انا في النص ده هو فتحنا ان انت يجوز ليك تعمل حساب بنكي. انا بقى مع فكره ايه؟ مع فكره ان انت تعمل شركه اداره، النادي الاهلي نفسه يكون شركه اداره مش شركه ملكيه، عشان ما تتنقلش ملكيه كره القدم الى ملكيه الشركه المساهمه، تبقى شركه اداره، تمام؟ وده نقاش زي الشراكه اللي بين الاهلي والقناه. برافو عليك يا باشمهندس، وده نقاش احنا دخلنا فيه مع الكابتن حسن حمدي في مجلس الكابتن حسن حمدي في وجود كمان الاستاذ محمود بجانيد وهكذا. ما اصل انا حضرت ولادة هذا الامر يعني. موجود. وانت كنت موجود يا باشمهندس، شركة الادارة دي تتعاقد مع النادي ويبقى ليها نسبة من الحصص الربحية، كده يبقى النادي هو اللي مسيطر، هو اللي بيدير. طب الوضع الحالي يسمح لي بهذا يا دكتور؟ وفقا للائحة يسمح، دلوقتي وفقا للائحة دي إذا تم الموافقة عليها، احنا أنا حطينا كل الاحتمالات، حطينا كل الصياغات، تعمل حساب بنكي يجوز، تعمل شركة إدارة يجوز، تعمل شركة مساهمة يجوز. الأمر راجع للجمعية العمومية بقى، هي التي تقرر، لأن كده كده في النهاية لما هتيجي تفصل كرة القدم باستقلالية مطلقة لازم تاخد موافقة الجمعية العمومية، هي بقى اللي تقر عايزاها بقى شركة مساهمة، عايزاها شركة إدارة. لكن أنا بقول لحضرتك من وجهة نظري كمتخصص، أنا مش مع إن الأندية الشعبية تعمل شركات مساهمة، لأن ده بيمثل خطورة كبيرة جدا على هوية تلك الأندية، والقانون للأسف خطأ في هذا الأمر إنه إداها الحق في عملية تأسيس الشركات المساهمة. إداها؟ أمال إحنا عملنا شركة الأهلي إزاي؟ أنا بقول لحضرتك اعمل شركات المساهمة في مجال الخدمات. بس هو 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 أصل الصيغة اللي طلعت من وزارة الشباب وقتها للجنة، وأنا كنت عضو في اللجنتين، للجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب، واتخذ عليها موافقة شركة أموال، أنت حصتك فيها 24% كنادي، وقالوا عشان ما تخضعش لرقابة الأجهزة الرقابية التقليدية وتكون يعني طاردة للمستثمرين. صحيح، خلي بالك انت عملتها كمان على القانون القديم، انت ما عملتهاش على عملناها على القانون القديم طبعا، مش قانون قديم ده، احنا عملناها على موافقة استثنائية من مجلس الشعب. لان انت المشكله بس هنا في النص انه فتح التاسيس، فبالتالي انت وفقا لقواعد الاستثمار من الممكن ان يتم الاستثمار خارجيا ويجي لك ناس من بره يضخوا اموال في تلك الشركه. المشكله هنا ان طبيعه الانديه بتاعتنا غير طبيعه، انت سافرت اوروبا يا باشمهندس عدلي وعارف طبيعه الانديه عندنا غير طبيعه اوروبا. انت عندك انديه مش عارفين لغايه دلوقتي هي مملوكه لمين، مملوكه للدوله ولا مملوكه للاعضاء ولا ملكيه عامه ولا نفع عام، مش عارفين. فبالتالي لما هتيجي شركه كرة القدم المنقولة والثابتة هتبقى هي المتحكمة، هل بقى الشركة دي هتقول لك والله اللي يخش
قطاع كرة القدم الملعب أو الاستاد أو الصلاة أو الكلام ده له رسوب وله إجراءات مش تقدر تقولها لا، مش هتمنعها. طب هتقدر تتعامل إزاي في الإطار ده في نادي كبير؟ تم تجاوز هذا الأمر في اللائحة دي. اللائحة احنا عالجنا هذا الأمر بحيث نحفظ حقوق النادي الأهلي وحقوق أعضائه فيما يتعلق بكرة القدم ونضمن سيطرة وهيمنة مجلس الإدارة على نشاط قطاع كرة القدم. واستراحة مجلس الإدارة كان بيؤكد دايما على هذه الجزئية حفاظا على هوية واسمه وقيمة النادي الأهلي. هستأذنك إن احنا يعني هنقرا الجزئية دي لأن الحقيقة مقريتهاش ونبقى بعد كده مره ثانيه لحضرتك، لانه مهم جدا هذا الحوار حوالين اللائحه لحث فعلا الاعضاء. احنا بنحاول نفهم الناس انت رايحين تصوتوا على ايه بس. بالظبط، تحت امرك تحت امرك. مجهود مشكور ليك يا دكتور. هذه اللائحه وان شاء الله تلقى هذه الثقه من الجمعيه العموميه باذن الله. لا ان شاء الله. تحيه. شكرا جزيلا. شاكرين جدا جدا على سعه صدرك. ضحكوا عليك وخدعوك فقالوا الكره توحد العرب. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ممكن اقول لك ضحكوا عليك، ممكن اقول لك خدعوك فقالوا، وممكن اقول لك ما تصدقهمش لما قالوا لك الكره بتوحد العرب، لانه الحقيقه اللي ثبت امبارح ان احنا هنفضل كده على طول. كنا دايما بنعاني من حساسيه اللقاءات العربيه، فبعد طول غياب وتجميد وغياب البطولات العربيه رأى الاتحاد العربي مشكورا إعادة بعث نشاطاته وحاول يحرك المياه الراكدة وجاب دوري أبطال العرب أو البطولة العربية للأندية، والأهلي شارك مضطرا علشان إنجاح البطولة في هذا التوقيت وهذا الظرف، وكل الناس تسابقت. الأهلي الدست مش على طرف، على 20 طرف في البطولة العربية، اتظلم في كل مباراة تقريبا. المباراة النهائية أو السيمي فاينل اللي خرج منه كل الناس شافت. هتقول لي في اخطاء للمدرب، في اخطاء للمدرب وفي اخطاء للعيبه وفي سوء تقدير وفي عدم توفيق وفي حظ عسر جدا، بس كمان في مصايب تحكيميه كانت في البطوله او في هذه المباراه بالتحديد. هو انت بتعاقبني؟ والاهلي ما عملش حاجه. بتعاقبني عشان التشكيل ما جاش على مزاجك مثلا، يعني او التعقيب يعني لو الاهلي خد حقه ما كانش حد اتكلم على الاخطاء دي كلها. اه، ومع هذا سكت الاهلي وتقبل قرارات الحكام وخلصت المسألة وخلاص فضيناها سيرة. امبارح اللي حصل في مباراة الفيصلي الأردني والترجي التونسي ما اعتقدش يرضي أي حد في الأردن. خلينا نتكلم في الأردن الشقيق تحديدا، لأن دي دولة كبيرة ودولة. أنا متأكد إن ناس كتير بقدر ما كانت فرحانة في فرقتها بقدر ما كانت تشعر بالخجل. اه بالظبط، تشعر بالخجل إن 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 الصورة اللي عكسوها زي ما يكون مش مصدقين نفسهم إن بيلعبوا فاينل. يعني حاجة لا يمكن غريبة. دولة النشامة صاحبة هذه الحضارة يكون لاعبتها اللي بيمثلوها. بصوا بقى الراجل مدير الكرة أبو بدلة ده اللي قال للاعيبة اوعوا اتفرجوا على هذا المسؤول. ده مسؤول، ده مدير كرة، ده مش يطرد، ده يتقبض عليه. وأنا مش فاهم الأخ إبراهيم نور الدين ازاي ما يطردش اداري بالشكل ده. طب انا عايز اعرف هو النطحه دي لو كانت فتحت حاجبه كان هيبقى موقفه كده حتى لو ما فتحتش؟ لا انا عايز اعرف. اه، هو يعني شاف عدت على خير عشان يمكن تعدي ما حدش ياخد باله؟ وبعدين بر الامان وبر السلامه والكلام الفارغ اللي ملوش معنى. لا يا سيدي، في قانون. تضحك على ايه؟ تضحك في قانون. مش هتطرد كل اللعيبه مش عايز تبوظ الماتش. افهمك. طب والله العظيم ثلاثه لازم يديله 30 روسيه. اه، ده الرد الفعل الطبيعي لاي بني ادم. بص التاني ده برضو الاداري ده اهو، يعني كفايه يا جماعه، كفايه اللقطات عموما. لكن ازاي ده يحصل؟ وجزمة. ازاي ده يحصل في نهائي بطوله عربيه؟ ايه ده؟ تكسير ملعب، ايه الفوضى دي؟ اهو يعني تحطيم منشاه بهذا الشكل. والله العظيم أهو. استغلال لسماحه مصر اقصى من يعني الامن واقف بيبص لهم. المؤكد ممكن اعرف انه الاشقاء في الاردن اكثر خجلا من اي حد انه شبابهم ولاعيبتهم يكونوا على هذا القدر من السلوك. ولا والشجاعه دي جايه لهم منين؟ لان شايفين انضباط في الامن. لو كان الامن جري عليهم كان عملوا ايه؟ والله كان هرولوا في الشوارع. اه، ايه ده؟ هو انا لو جمهوري راح بره في اي بلد في الاردن عمل كده كان هيحصل له ايه؟
طبعا في اي مكان، انت في اي دوله في العالم ما يحصلش كده هذه اللقطات. وبعدين انت رافع الجزمه لمين؟ انا عايز اعرف، انت لعبت ضد الترجي، حصل خطا من حكم بالظبط، مع ان ابراهيم نور الدين ملوش دعوه بالقصه دي اللاين مان. ومع هذا يا سيدي، ما انت خطا الحكم اللي ما حسبلكش بلانتي فاجر في ماتش الاهلي عدت العمليه ديت. عموما بعد الاحداث ديت ايه اللي حصل؟ الكلام اللي بيتقال دلوقتي على انه الاتحاد العربي قرر ايقاف الفيصلي 5 سنين من البطوله العربيه وتجميد جايزته، انا سالت مسؤولين في الاتحاد العربي في اللجنه المنظمه للبطوله، اكدوا لي انه لجنه الانضباط ورئيسها شخصيه جزائريه وما هوش محمد رورابه بالمناسبه، اخذت قرارات او توصيات رفعتها للمكتب التنفيذي العربي. ما زالت التوصيات رفعتها للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي. المكتب التنفيذي للاتحاد العربي هيعقد اجتماعه برئاسه الامير التركي بن خالد بن فيصل ال سعود عشان ياخد قرارات يتوقع ان تكون حاسمه ورادعه في هذه التجاوزات. بس هي ايه لغايه دلوقتي؟ كل اللي بيتقال مجرد اجتهادات. في ناس اطلعت على اللائحه وحاولت تقول لما بيحصل كذا عقاب 5 سنين وتجميد الجائزه. طيب اللي حصل ده فوق المتصور، فوق الطبيعي، فوق المنطقي، فوق الاحتمال، لكن ارجوكوا ده حدث رياضي من جماهير رياضيه وفرقه رياضيه. اي جرجره ليها بره حيز الرياضه خطا وخطر. الكلام كله احنا بنتكلم لانه شعوب عربيه كتيره خسرت علاقتها ببعض عشان الجهل الاعلامي في التناول. ان احنا شويه ناس في اتحاد الكره عايزين يداروا خيبتهم دخلونا مع الجزائر في مصيبه وقتها، وبدات ازمه دوله واتسحبت علاقات وسفير سافر ومصيبه سودا حصلت بسبب كوره وبسبب ناس بتوع كوره جهله ومنفلتين. فاللي حاصل ده حدث في ملعب كوره نتيجه تجاوزات من جمهور كوره وفريق كوره، ولازم يعاقب ويحاسب وفقا لقانون الكوره يا باشمهندس. يعني طبعا احنا ما كناش نتمنى ان يكون ده تناولنا بالشكل ده، كنا عايزين نبارك للترجي اولا فوزه بالبطوله، كنا عايزين نتكلم عن مكاسبنا لحد الشوط ما بين الشوط الثالث والرابع الاضافي، الامور ماشيه زي الفل والبطوله تحقق نجاح مبهر، الا رد فعل. بس انا هنا يستوقفني شيء يا استاذ ابراهيم، انا من بالذات بالنسبه للفيصلي، منذ ان وطأت اقدام البعثه ارض مصر وتشعر ان هناك شيء جايين محملين بشيء غامض، رئيس البعثه. طيب علشان بس ما اطولش عليك لانه هنا كلام مهم، الزميل محمد مصطفى في الاعداد بيبلغنا ما صدر الان عن الاتحاد الاردني لكره القدم، بيان عاجل بيقول فيه الاتحاد الاردني لكره القدم ان هذه الاحداث المؤسفه التي صاحبت مباراه الفيصلي مع الترجي التونسي في نهائي البطوله العربيه لا تمت بصله. اولا وصفها بانها مخجله ولا تعبر ابدا عن طبيعه الشعب الاردني والكره الاردنيه. لسه قلنا كده كل الناس خجلان، لا تمت بصله لا للاخلاق ولا للعادات الاصيله ولا للاعراف المتبعه بين اسره كره القدم العربيه. وبيشكر الاتحاد الاردني استضافته للبطوله العربيه وعلى تنظيمه الجيد لهذه البطوله وعلى ضبط النفس طبعا الاتحاد الاردني لكره القدم. الاهم من الكلام ده بقى، الاهم من بيانات المسانده والدعم والاعتذار، ده اعتذار جيد ومطلوب. الاتحاد الاردني لازم أن ياخد قرارات فوريه ضد البلطجيه دول، لانه هو يعني انت بتمثل بلدك، انت بتمثل بلدك بره، وبعدين لو مؤاخذه انت بتمثل بلدك مع اشقاء مش في دوله تانية. فلما يسيئوا الى صوره الكره الاردنيه والى طبيعه وقيمه الشعب الاردني، اول حد لازم يعاقبهم المسؤولين في الاردن. ما تستناليش الاتحاد العربي يقول لك الفيصلي هيغيب 5 سنين على البطولات العربيه، ما ممكن ما يتاهلش اصلا، او حتى لو تاهل بناقص مشاركه. لكن البلطجيه اللي عملوا ده في الملعب اخجلوا الكره الاردنيه وما عبروش عن حقيقه وقيمه الشعب الاردني بحضارته وقيمته. فالمفروض اللي يكون المعني باصدار عقوبات فوريه توقف كل هؤلاء الاشخاص اللي قبل الاتحاد العربي، قبل الاتحاد العربي ووزير الرياضه طبعًا. يعني انا عايز اقول ايه، البيان ده كويس ان جه في التوقيت ده لان كان مسؤوليه، كنا شعارين هو ايه الصمت ده هل في موافقه على التصرفات دي؟ مش ممكن. هل مساله ان نلعب فاينل دي
ممكن تجرجرني او تلهيني او تغرني او تخليني انتشي لدرجه ان انا اهدر صوره الشعب الاردني. كويس ان قال ان دي اللي تعبر عن الشعب الاردني، وهي فعلا تعبر عن الشعب الاردني. طبعا احنا انا رحت الاردن ورحت في بعثات رياضيه وشفت الناس يعني كانوا زراف معانا وناس، انما بقول لك ارجع تاني، انت قطعتني عشان البيان اتفضل، ودي حاجه كان لازم تتقال. يعني الراجل رئيس البعثه من ساعه ما جه الاصل بقى اساء للنادي الاهلي وقال كلام اغضب الكثيرين، اتسحب. فقلنا ده تصرف شخصي، اتغير رئيس البعثه، لكن الاتيتيود بتاع البعثه كله ايه؟ يكسب اول ماتش كلام ملوش لازمه، ونقابلكوا تاني ونغلبكوا تاني، مش يا سيدي في ايه؟ طب كسبت تاني ماتش، اولا انت كسبان اول ماتش بغلطه وبتحكيم، اتلغى لنا جون ومفيش ضربات، ضربتين جزاء ما اتحسبوش، وتقريبا حطينا جون في نفسنا. تاني ماتش اتكرر، حطينا جون في نفسنا، ها؟ ولنا ضربتين جزاء، ضربتين ثلاثه بس، اتنين منهم اللي تم. انا بقول لك انا باجماع الفقهاء، باجماع الفقهاء، واخد بالك؟ فانت كسبت بالتحكيم اللي انت صرت عليه. ايوه. طب ما نزلتش بما انك انت راجل بتاع الحق بقى، ضربت الحكم اللي ظلمنا انا بالروسيه ليه؟ المغفله. لا ده انت طلعت تقول ايه؟ والله كسبناهم مره، هو نفسه الخروف النطاح ده هو اللي قال، قال والله احنا كسبناهم مرتين ونلعبهم ثالث ونكسبهم. ها ها ها. ايه يا ابني؟ انت مين وجيت ازاي ومين اللي بعتك؟ ولا 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 مش مصدق نفسك ليه؟ انت فرقه كويسه والله. والله فرقه كويسه ممكن تكسب. بس هو يمكن ادراكه انه مش هيوصل للحظه دي تاني، هو ده اللي تعبه. كان عايز يخطفها ويجري. لا انت اول مره مرتبك قدام الرديف بتاعنا، مرتبك بمعنى مرتبك. الشوط الاولاني كان اسف مش البدلاء. مرتبك قدام البدلاء اللي اثبتوا جداره عاليه جدا، ولولا نقص الخبره واللعب الفردي كنا كسبنا الماتش ده بسهوله جدا. الماتش الاخراني لا، كل الخبراء اجمعوا وان سايد جيم يا عم، وانت بتطفش وبتقع في الارض وبتضيع وقت، وكنت متضايق من التراجي وبتزقهم وتضربه عشان بيضيعوا وقت، ما انت عملت كده. لكن خلاص احنا خدنا البطوله العربيه في اتجاه العلاقات والرقي والسمو. خلاص الضيق اللي عندنا والله البيان ده اشفى غليلي الى حد كبير. هيشفى غليلي قوي 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 لو الاتحاد الاردني اصدر عقوبات وتحمل الخسائر، لا وتحمل الخسائر اللي حصلت في الاستاد. ما هو هيتحمل خسائر، هيتحمل هو او البطوله او اللجنه العربيه يعني. انما في النهايه انا بتكلم ان زي ما انت بتقول ما استناش الاتحاد العربي هيعمل معايا ايه. ويحضرني هنا كابتن ابراهيم حسن يوم ما اتصرف بطريقه ما عجبتش النادي في المغرب. الاهلي في المغرب بادر النادي الاهلي بايقافه 6 اشهر، زايد عليه الاتحاد بعد كده بسنه هو حر. ايوه. لكن النادي الاهلي ما استناش اجتماع اتحاد الكوره. انت كمان ها دي مواقف التاريخ بيحسبها لك. لابد ان ننتظر منك بعد الاعتذار الراقي ده، وانا مبسوط قوي انه لمسه في حته انها لا تعكس اخلاق الشعب الاردني. طبعا طبعا, طبعاً. لا قيمته ولا حضرته ولا مكانته ولا طبيعه العلاقه التاريخيه حتى بين مصر والاردن فيها الكلام الفارغ من شويه البلطجيه دول. ايه ده؟ باي حال من الاحوال روسيات يعني. وتكسير وضرب وفي ايه ليه؟ يعني بس بعد كده شوف غيروا رئيس البعثه، يعني كان في حد الاول قال كلام منفلت يعني جدا ليه نازلين كده بالنسبه للنادي الاهلي. تم تغييره، جابوا واحد تاني يا ريته قال كلام عدل، قال كلام كمان نسمعه. معانا على الهاتف الاستاذ عصام ابو طويله، طبعا عضو مجلس اداره نادي الفيصلي. مساء الخير استاذ عصام، اهلا بيك معانا على ميديا اون. الله يسلمك، الله يمشيك بالخير ويحيي حبي لاون سبورت. استاذ عصام طبعا مبروك على اداء المشارف الفيصلي في البطوله والمركز الثاني، والحقيقه ده اكثر من مشرف بالنسبه للفريق، ولكن بالتاكيد هيكون لك تعقيب على اللي حصل امبارح، خاصه ان انا اول خبر معايا النهارده ان هناك دراسه قويه لابعاد الفيصلي عن النسخه القادمه من البطولات العربيه بعد احداث الامس. بالواقع الفيصلي انا كنائب رئيس ثاني لرئيس النادي معالي الشيخ سلطان العدوان
الفيصلي ما خسر ولا أخذ المركز الثاني، الفيصلي أخذ المركز الأول، ولكن بسبب اللي شفته سوء التحكيم ووضع إبراهيم نور الدين حكم لمباراة مثل هذه الأهمية وهو أهلاوي قح زي ما بيقولوا المثل الأردني، هذا كان خطأ كبير من اللجنة المنظمة التي لازم أن تبعد نفسها عن البطولة وليس تبعد الفيصلي، لأنه الفيصلي تعرض لظلم جائر. انت متخيل يا استاذ عصام، ولماذا ابراهيم انت متخيل انه تم، يعني انت متخيل ان هو تم تعيينه عن عمد علشان يخطئ أكيد. لأنه عن عمد علشان الفيصلي يخسر عن عمد؟ اتفضل اخي محمد، اللي عمله شيء واضح جدا، اللي عمله بانه يكون خمسه في التسلل وانت عندك احسن حكم مساعد في افريقيا معاه، وانهم يغضوا النظر بوجود اكثر من متر في التسلل، هل هذا كان بده تحكيم عظيم جدا ولا ممكن يكون فيه غلط؟ طب انا لو اعتبرت ان ده خطا، هل يستحق ابراهيم نور الدين اللي حصل من جمهور الفيصلي بعد المباراه؟ انا لا اتكلم عن ماذا حدث لابراهيم نور الدين، انا اتكلم ماذا فعل ابراهيم نور الدين. ماشي يا فندم، ماشي يا فندم، ده جمهور الفريق، يعني ده جمهور الفريق، ده جمهور الفريق اللي حضرتك ممثل عنه. لاعب الفريق كمان، لاعب الفريق محمد والموجود معك في الاستوديو يقبل لانه ابراهيم نور الدين بيقول له الشناوي لما قال كان لازم انه يروح يشوف اللاعب وكذا، بيقول انا رحت شفته بساله مالك، بيقول لي انا عايز اريح عايز اخذ نفس. طب ما هو كان ساندويتش بين لاعبين تونسيين واحد ضربه على وجهه، كيف كان عايز يريح يعني؟ لا يعني فهمني ثاني، ما فهمتش دي، استناني فهمني دي ثاني معلش. استاذ عصام، هل اي حكم يخطئ في الملعب المفروض ان لعيبه الفريق الثاني يضربوه؟ هل ده طبيعي؟ ابدا ابدا، لا هذا بيحدث عندك انت على اي مباراه بتصير في العالم بموت فيها 74 قتيل كما حدث بين الاهلي. لا 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 لا، انت كده بتربط احداث، انت كده بتتكلم رياضي يا استاذ عصام. في فرق ما بين حادثه، ففي فرق ما بين حادثه الكل بيودين اللي حصل فيها من اصغر واحد في مصر لاصغر واحد في البرازيل. انت ما رايك في اللي صار من ابراهيم نور الدين كحكم؟ ابراهيم نور الدين اخطا، ده ما فيش مشكله، ما احنا لكن جمهور الفيصلي اخطا، لعيب الفيصلي اخطاوا، ده ما فيش نقاش في ده، ولا يجوز المقارنه من قريب من بعيد حسب بورسعيد ابدا. انا بصراحه بعد اخي محمد بعد المباراه لم اشاهد ماذا حدث لاني كنت في حاله تعب شديد وكانت صحتي تعباني شوي لانه الوضع كان في حاله هيجان، والله ما شفت. ادخل على اليوتيوب يا استاذ عصام تشوف كل الاحداث اللي بعد المباراه. اكيد بتشرف، انا بحب مصر وبعشق مصر، وانا لعلمك انا اهلاوي جدا. انا مندهش جدا من الزج بالنادي الاهلي، هو انساق ورا شويه كلام على الفيسبوك وجماهير بتغيظ بعضها. ابراهيم النور الدين ده مكرم من الزمالك في 2014، ايوه، والصفحات بتاعت الفيسبوك متصوره وهو بيحضنهم وبيبوسهم ومطلعينه احسن حكم في استفتاء عندهم في 2014 الزمالك، ايوه، وحسب على النادي الاهلي 3 ضربات جزاء في دوره المجموعه، لا الاهلي ولا الزمالك طرف في السياق. وبعدين انت خلاص كسبت، هو انت ما شفتش انت طلعت ازاي وكسبت الاهلي مرتين ازاي يا راجل؟ يا راجل اللي بتتكلم على التحكيم، ما شفتش انت كسبت الاهلي مرتين ازاي؟ ورغم كده الاهلي سكت، ما هو ده شغل الناس الكبيره. الناس الكبيره اللي مش عايزه تتلكك. دورت على النواقص اللي عندك، لكن انت لما تكون عارف ان انت مره ومش هتتكرر يجي لك هذا النوع من الهوس. الهوس. انك انت تقعد الناس بتقول لك كويس اللي عملوه بدل ما تعتذر، غير مقبول طبعا، بس ابراهيم نور الدين خطا يا سيدي، وانت بتقول معاه احسن لاينز مان في افريقيا يعمل ايه؟ ما رفعلوش ليه؟ ما رفعلوش. معاه احسن لاينز مان في افريقيا، هو ذنبه ايه ابراهيم نور الدين؟ مثلا لو كان رفع له وقال له نزلها يبقى غلطان، لكن ما رفعلوش. وبعدين برضه ومش لاقيين له اوفسايد. اوفسايد. ومش لاقيين له الفيصلي اتظلم في الكوره دي. اتظلم. مش لاقيين له غلطه غير دي، يعني طول الماتش بالظبط ملوش غلطه. بالظبط، لكن كمان هو الفيصلي مش هو اللي استفاد من التحكيم، هو الاهلي كان عمل كده في علي المغفري الحكم الموريتاني. احنا لو وريناكوا دلوقتي اللي بقى يزعق للعيبه ويزقها، الحقوق اللي اهدرت للاهلي في المباراتين بتوع الفيصلي، الناس دي المفروض لو عندها تتكسف من نفسها شويه في المباراتين ككوره وكقانون. لا، انت اتجاملت بشكل او باخر. علي المغفري الموريتاني اللي عمل مباراه الاهلي هو نفسه اللي خرج
النفط العراقي في مباراة الترجي. محدش قال للرجل الموريتاني حد اعتدى عليه ولا حد طبعا ينفع. ده هو اللي اعتدى على لعيبة الأهلي. ده هو اللي زق صحيح اسلام محارب. اسلام محارب في صدره الحكم. وبقى يزعق للعيبة طول الوقت. وساب اللعيبة تفرفر في الأرض ربع ساعة. اه. يعني انت ليه ما بتشوفش؟ ليه الشغل انك تضل نفسك؟ وبعدين قياده ايه دي ها اللي بتتكلم قدام لعبتها بالطريقه دي؟ اه طبعا يضربوا كويس ان يعني ما الاداري يخبط واحد بروسيه ونائب رئيس البعثه. لو ايه القفز على الاحداث؟ ايه اللي وداها لحادثه بورسعيد؟ يقول لك الكره بيلعب فيها بيحصل فيها كل حاجه. ما انتوا عندكم مباراه الاهلي وبورسعيد مات فيها 74 واحد. يا سلام. دي ايه؟ لا لا لا, لا 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 مش متشرع. استنى بس. واتحكم على 11 واحد بالاعدام مثلا. ماشي. اه خلاص. اه بالمسطره دي بقى تعالى شوف انت تتسجن كام سنه. اه يعني هو ايه؟ هو ايه يعني؟ ما دي دليل يا سيدي. والله دي ناس لا هي مسؤولين ولا اداريين. واللي البيان ده بيقول كده. دول ما لهمش دعوه بالشعب الاردني. على الاتحاد الاردني لكره القدم وعلى المسؤولين عن الرياضه في الاردن، بل على المسؤولين عامه في الاردن وعلى المسؤولين في مصر طبعا. الوزير لازم يبعت التصريح ده لوزير الشباب الاردني، يقول لي واحنا بنلملم الامور وبنقول للناس ضبط النفس والامن بتاعنا ضبط النفس، بيطلع نائب رئيس البعثه يقول الكلام ده ويعاير الناس بان حصل قتله وحصل جرح. يعني هو اتقال كلام كتير على انه توصيه لجنه الانضباط التي لم يعلن عنها حتى الان حجبت جائزه ال 600 الف دولار المستحقه للفيصلي كصاحب المركز الثاني، واوصت بحرمانه من المشاركه العربيه 5 سنين. بس هذه ان صحت ستبقى مجرد توصيه مرفوعه للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي يرى فيها ما يرى برئاسه الامير تركي علشان ياخدوا فيها قرار مهم بالتغليظ بالتخفيف بالتجديد. وان كان صدقوني الناس دي المفروض ما حدش يشوفها في ملعب عربيه تانية. الناس دي اقل من ان هي تشارك في حدث عربي بجد بالسلوكيات دي. لا 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 خالص. لانه يعني اذا فهمنا ان الجمهور ها بس الجمهور على فكره ما كانش هيعمل حاجه لولا شاف المسؤولين بيشوفوا بلطجية الملعب طبعا. انما كلام مسؤولين بدل ما يطلع راجل يقول انا ما كنتش احب الامور تصل الى كده رغم الخطا اللي حصل من الحكم الا اننا احفظ حقك. انا بقول لك الحكم كفانا يعني انا بقى اطلع كفانا فخرا ان احنا وصلنا لحد النقطه دي واثبتنا للعرب الكره الاردنيه وصلت لاي مستوى كان يستطيع ان يكون اكثر حصافه ولباقه ومسؤوليه طبعاً. من اللي قاله ده. بس هو هيجيبه منين اذا كان رئيس البعثه بتاعه اللي اتغير كان بيقول كلام ألعن منه؟ فهم جايين يعني شاربين مشكله ها وجايين بخوها عندنا. اه الناس دي اذا اتحقق معاها والله هيطلع وراها حاجات تانية. لان في تعمد منذ نواطة اقدامهم جرجره البطوله العربيه لمشكله ونجحوا في هذا في الاخر. نبوشه بقى المدير الفني للفيصلي قال لك وهنئ الترجي على لقب البطوله العربيه والحكم اخطا في الهدف الثالث. خلاف. محدش قال محدش يقدر يقول ان عشان نبوشه ده الهدف مونتينيجري بالظبط. ما هو شافوا المواقف دي كتير. اه انه نكسب نخسر ونتضايق جدا. مين قال ان الظلمه كويس؟ هو احنا كاهلاويه ما اتضايقناش مرتين قدام الفيصلي؟ اه تابع نبوشه في المؤتمر الصحفي ان هو راضي عن اداء فريقه وقال نجحنا في ادراك التعادل بعد تاخرنا بهدفين. كافحوا في الملعب بجد لغايه اللقطات القميئه البذيئه المنفلته العنيفه ديت. الفيصلي كان منافس قوي جدا محترم في الملعب انه بيلعب الترجي ومن هو الترجي ويقدر يتعادل معاه 2-2 ويقدر يلعب معاه اكسترا تايم ويقدر يكون قريب من ان هو يكسب اللقب. برافو. الحكم اخطا وابراهيم نور الدين محتاج يراجع نفسه في حاجات كتيره قوي بصراحه. يعني طيب لما كانوا فايزين كانوا بيتعاملوا ازاي مع الاهلي؟ ادي لقطات في التعامل مع الاهلي وهم فايزين. هم فايزين. ايه الطبيعه دي؟ واحمد الشيخ ده اصلا ما بيبجرش شكل حد. اه
ايه بقى يعني الناس وداخل على اوضه اللبس تلعب على اسنه الرماح؟ دي ثقافه غريبه جدا وعجيبه ملهاش علاقه بالرياضه. دي ناس جايه راكبه جمال عشان تلعب رياضه بجد، ناس شغاله في الغزوات. لانه يا جماعه الكره الاردنيه ليها قيمتها، والشعب الاردني مع الشعب المصري والعلاقات التاريخيه كبيره جدا. ان يبقى فيه ناس بتمثل كره بلادها بهذا الشكل. الوزير خالد عبد العزيز ساب الملعب ومشي، ما قدرش يتابع المشاهد المنفلته اللي بعد الماتش، حتى مراسم التتويج. لا هو طبعا اتضايق من اللي بيشوفه ده. طبعا طبعا. وحكم يعني بص، ابراهيم نور الدين لن يستطيع ان يحكم مباراه بعد اليوم، خدها مني بقى. هينزل اي ملعب في مصر ازاي؟ هينزل اي ملعب في مصر ازاي؟ هيقدر يبص اللاعب يقول له كده ايه؟ انت كنت بتشخط وتنطر، وكانت الناس مصدقه ان انت عندك صلابه. شافتك وانت يا ريتك ما طلعت على وسائل الاعلام خلاص هنقول ان انت اتخذت وحسبتها بسرعه وقلت اما بوص الدنيا. لان كان اسهل حاجه تطرد الاداري ده. ايه المشكله لو كنت طردت؟ انا مش فاهم ازاي ما طردتوش. الله يعني ايه المشكله؟ ايه حكايه بر الامان وام يعني ام يعني افرض ان انا طردته وراح الفيصلويه هيجين وضاربين هيخسروا المباراه. ايه المشكله؟ انت عارف دي بتذكرني بايه؟ وبرضه عايز اتذكر ايه اللي حصل له في البطوله الافريقيه في انجولا. واحنا بنلعب الجزائر. كوفي ادو. مش كان اسمه كوفي ادو الحكم؟ وكان واحد من الحكام المرموقين جدا في افريقيا. ايوه لما الجون جري وطلع وضربه في صدره. ايوه بالروسيه. وبرضه كمل الماتش. الاتحاد الافريقي خلص عليه. شفته بعد كده بيحكم؟ طبعا شفته بعد كده بيحكم. لا. ليه؟ عشان قبل الاهانه. بالظبط. والجزائر كان عنده يعني دوافع نفسيه، كان خسران 4 مش مصدق. شوف لك حد غير ابراهيم نور الدين بقى كابتن عصام عبد الفتاح. انا بس ليا سؤال. دي لجنه حكام عربيه مبدئيا يعني حتى بس ليا سؤال. اختار واحد اهلاوي. ما هو انا جاي لك عشان دي. يعني يا ريتك. ريتني. السؤال ايه بقى؟ ايوه انت جاي تنظم بطوله عربيه. ايوه خرج الاهلي والزمالك من الدور النهائي. منه والجماهير مجروحه، جماهير مصر، ورغم كده البطوله مستمره ما فيهاش اشكال، وفضلت تعين لنا في حكام تقصي في الاهلي كل مباراه. ايوه ويستطيع الاهلي ان يتجاوز ويوصل للدور قبل النهائي، وبعدين عينت له حكم بتاع مشاكل مستبعد عشان يستبعده. وشفته بيتصرف مع لعيبه الاهلي ازاي. طب عندك فاينل بين الفيصلي والترجي. ايوه الفيصلي الذي فاز على الاهلي مرتين وفي حساسيات، والترجي اللي هيلاعب الاهلي افريقيا كمان كام يوم. ازاي تعينوا طاقم تحكيم مصري؟ الفيصلي لما يخسر هيقول لك دول زي ما البي ده بيقول اصله اهلاوي عشان كسبنا الاهلي. اهلاوي ايه يا عم؟ اهلاوي مين؟ والترجي يقول لك عشان هيلاعب الاهلي. والترجي لو كان خسر كان هيقول لك بيحطموا معنوياتنا علشان العرب. لا وده اصل ما انت ممكن تشك في كده. ايوه ايه الداعي؟ هيدور عليا حاجه. وبعدين انا البلد المحتضن، انا صحيح. اللي جايب وزيري. صحيح. وانا لكل الناس. صحيح. وانا اللي مجهز لك احتفاليه. صحيح. بتحطني في احتماليه مشاكل ليه؟ ليه بتجيب طاقم تحكيم مصري يحكم هذه المباراه؟ من الذي اوحى بهذه الفكره؟ لماذا لم تاتي بسعودي اماراتي وحكام؟ ليه؟ انت يعني ايه الا اذا كان التحكيم المصري ضغط عشان ياخد المباراه النهائيه. عشان برضه التصنيف وبتاعه. وكل مره ابراهيم نور الدين يعني ممكن هو وجريشه الحقيقه بختهم وحش، كل ما ترشحوا ويقربوا تحصل حاجه تعمل لهم مشاكل، لكن ابراهيم نور الدين تحديدا لا. انا كنت فاكره اكثر صلابه من هذا، اكثر قوه، ويا ريته ما عمل المداخلات التي سحبت جزء من رصيد التعاطف اللي كان موجود عند المصريين معاه. هذا الامتثال الغريب جدا لما حدث له. وهن ابراهيم نور الدين بعت تقريره للجنه الحكام في الاتحاد العربي عن الاحداث المؤسفه. والله ما محتاجين لا منك تقرير ولا مستنيين منك حاجه. كان محتاج تجاوب على سؤال واحد بس، انت قبلت كل ده ازاي؟
قبلت اداري يعتدي عليك بهذا الشكل وما تطردهوش وبتضحك؟ نفسي اعرف ايه الضحكه يعني. طيب مش هتقدر تطرد كل اللعيبه دي، مفهومه، واللعيبه بتحتاج. ده عايز حماده سلطان يقول له انت يعني بتضحك ليه صحيح؟ اه خد يا عم انت بتضحك على ايه؟ ضربه بالروسيه وبيضحك يعني لا عايز يقول له ما وجعتنيش. محمد ابو الوفا عضو اتحاد الكوره له تصريح قبل قليل لاحدى القنوات الزميله، قال ان اتحاد الكوره في طريقه لاتخاذ قرار منع الفيصلي من اللعب في الملاعب المصريه لمده 5 سنوات قادمه. ده اتحاد الكوره المصري؟ اه. هيلعب عندك ازاي؟ انا عارف يعني هو ده على اساس ان انت بتلعب باسيويه ولا ايه؟ ما خلاص بقى كل واحد يقول براحته. الاستاذ ابو الوفا بس بقى له مده ما صرحش. الكابتن عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكوره وعضو لجنه الحكام في البطوله العربيه والمسؤول عن ابراهيم نور الدين بسلامته قال احنا مش منتظرين اعتذار من الاتحاد الاردني واحنا في قانون هيطبق على الجميع لما نشوف. والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه قال اليوم السابع انه في عقوبات الفيصلي قد تصل للحرمان من جائزه البطوله العربيه. القضيه مش قضيه فلوس يا سياده الوزير. ده يمكن لا 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 600,000 دولار برضه ما ياخدوهمش. ما هو ما ياخدوهمش لكن لا اصل بص مش عارف اقول لك ايه. على العموم دي مش قضيتنا، قضيه الاتحاد العربي، وتعالى نشوف الموضوع هينتهي الى ايه. لاني عالم حاج، لان احنا برضه ما احنا حرين نشارك ولا ما نشاركش بعد كده. عموما حان الوقت، هاتوا الكاس. خلاص حان وقت الكاس، هنناقش الكاس. لكنه عايز اقول لحضراتكم سالنا جماهير الاهلي عبر موقع قناه الاهلي على الفيسبوك توقعاتكم ايه لمباراه الاهلي مع سموحه في قبل نهائي كاس مصر. الجوكر ابو عيد قال الاهلي قادر على استعاده الكاس مره ثانيه ان شاء الله بعد غياب 10 سنوات ونتيجه المباراه بيتوقعها 1-0. وعلي خميره قال ان شاء الله الاهلي قادر على المكسب واعاده البطوله الى مقرها الرئيسي في الجزيره. وكريم الشوني قال كثير من التركيز وان شاء الله البطوله اهلاويه ولازم مدافع سوبر. شوشو هاني ان شاء الله الكاس هيعود للاهلي وبتوقع 2-1 للاهلي. سيف محمد ان شاء الله الاهلي هياخد الكاس السنه دي باذن الله يا سيف. واحمد السعدي ان شاء الله البطوله اهلاويه. ونجوى صدقي ان شاء الله الكاس اهلاويه. ومازن سعيد سمير ان شاء الله بس لازم اللعيبه تصر على تحقيق الكاس عشان يدخل الدولاب زيه زي اي بطوله من بطولات الاهلي الكبيره. هنطلع لفاصل ونشوف بعديها ايه شكل اداء الاهلي في مباراه الكاس، ماذا ينتظر الاهلي مع سموحه، توقعات المهندس عدلي، هل الكابتن حسام البدري هيلعب بالركيزه الاساسيه اللي نهى بها الدوري ولا هيحاول يستعين ببعض القدرات او بعض الافراد اللي اسفرت عنهم البطوله العربيه. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. سيبونا بقى من دوشه البلطجه واللي حصل والاحداث، خلونا كمان في نصف نهائي الكاس. الاهلي وصل لنصف نهائي الكاس. بكره ان شاء الله الثلاث الزمالك هيلعب مع المصري في نصف النهائي، الاربعه الساعه 8 مساء الاهلي مع سموحه، والاثنين الكسبانين ان شاء الله يكون الاهلي واحد منهم هيلعبوا الفاينل في هذه البطولة. سموحة لعب مع الأهلي مرتين في الكاس، لكن في الدوري والكاس مع بعض عشان الميزان يبقى واضح للجميع. الأهلي لعب مع سموحة كما باشمهندس في دوري والكاس 16 مرة. 16 في الدوري 14 مرتين في الكاس. فاز الأهلي في 16 نصهم 8، وسموحة فاز 3 وتعادلوا 5 مرات. الاغلب الاهلي له 25، الاهلي له الافضليه، الاهلي له 25 هدف، سموحه سجل 16 هدف. يعني سموحه هز شباك الاهلي في اي مباراه قابلها 16 مره.
مقابل 25 مرة للأهلي زار فيهم شباك سموحة. هداف الأهلي في سموحة موجود إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء عبد الله السعيد، واللي بعد منه كمان عماد متعب. عبد الله عنده 7 تجوان في سموحة، وعماد متعب عنده 3 تجوان في سموحة، والاثنين موجودين لكن سجل هدفين طيب السيرة ونجم النجوم وأمير القلوب محمد أبو تريكة، ومؤمن زكريا موجود، أحمد عبد الظاهر مش موجود، سعد سمير مصاب، صالح جمعة موجود، وسجل هدف أحمد السيد وأسامة حسني ومحمد ناجي جده ومحمود حسن تريزيجيه، ودول مش موجود منهم غير رامي ربيعة. رامي ربيعة بس اللي موجود. الطريف هداف سموحة في الأهلي، هداف سموحة في الأهلي رقم 1 مش هيلعب لا هنا ولا هنا. إسلام محارب انتقل للأهلي أو رجع بيته ومش هيلعب لأنه ممنوع مشاركة. طور جايب 4 أهداف وهو في الجونة سجل في الأهلي برضه. ايوه بقى له كام سنه في سموحه؟ سنتين جاب فيهم 4 أهداف. اللي بعد منه حمودي برضه انتقل للاهلي بس عنده فرصه للمشاركه، جاب 3 أهداف. سجل هدف صامويل افوام وبابا اركو واحمد شكري وخالد قمر والسيد فريد ومحمد هاني في مرماه. كابتن حسام البدري في التمرين خصص فقره لتسديد ضربات الجزاء الحلول لانه ده محتمل الاحتكام اليها في حال تعادل الفريقين في الوقت الاصلي، هيلعبوا وقت اضافي ثم ركلات ترجيح. وبياكد الكابتن حسام البدري في تصريحه للموقع الرسمي للنادي بيقول نحترم سموحه واللاعبون يدركون اهميه المباراه دي، مساله سنتر خاص انت بتتكلم في السيمي فاينل، عندك سموحه وعندك الفايز من المصري والزمالك. سعد سمير واصل الغياب طبعا، رغم ان هو السنه دي افضل لاعب باستفتاءات بعض الاستفتاءات اللي اتعملت في مصر السنه دي. ايوه ومع حجازي طبعا بنفتقد جهود الاثنين، نرجو بقى ان عوده نجيب مع كابتن ربيعه تكون يعني معوضه تماما لهذا الغياب. يعني احمد فتحي لان في فقره كنا عايزين نعملها شغلية مش هنلحقها. قلنا قلب الاهلي بيوجعه مش بيوجعه يعني انه في الـ 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 الشغل الشاغل دلوقتي سلامة القلب. القلب اللي هو ايه؟ قلب الدفاع. قلب الدفاع باذن الله نجيب ورامي ربيعه، لان كمان نجيب اصيب كمان في الفاينل في السيمي فاينل قدام الفيصلي ده. الفيصلي ده لو كان عامل لنا عمل مش هيحصل فينا كل ده. عندك العناصر اللي اختارها الكابتن حسام البدري وقلناها لكم في البدايه، هسأل المهندس عدلي لو هو بقى مكان حسام البدري هل تستمر بالدفع بالعناصر الاساسيه لنهايه الدوري؟ الاجهز بدنيا. طبعا ويبقى الاقل بدنيا جنبي كرصيد استراتيجي يدفع فيه في الاوقات الحاسمه. يعني انا لو بفاضل بين صالح جمعه وعبد الله سعيد اشوف مين الاجهز؟ ما انا ما اعرفش، لا الاثنين جاهزين يلعبوا الاثنين. انا مش عايز اقول اسماء، مش عايز اربك الامور، لكن مش عايز اكرر نفس الغلط ان ناس ابتدي بيها المباراه وهي لسه مش مستعده. ربما هو كان بيجهزهم للكاس هنقبل هذا، لكن الاجهز بدنيا لان دي مباراه هتمتد ومباراه الكؤوس يعني العبره بالمجهود. وعلى فكره عناصر الخبره ما بتاجلها للاخر بتفيدك حتى لو وصلت ضربات الجزاء. بس مسابقه الكاس دي 10 سنين بتتدلع، يعني مفيش بطوله غابت على الاهلي بالدلال ده كله. والله ايه ده بقى؟ منهم سنه اللي هي 3-1 بتاعت الزمالك دي. لا دي كان يتعمل بيها محضر في الاسم، لان اعتداء صارخ من لاعب بالكوع كان يجب ان يطرد، يجيب جولين، يتساب في الملعب جولين، والراجل المتعور يستنى في الملعب عشان يحصل الكلام ده. طب خليني اقول لك بقى تاريخ الاهلي ما دام وصلنا للسيمي فاينل في كاس مصر. الاهلي وصل للدور ده 64 مره في تاريخ هذه البطوله، ودي البطوله الاقدم طبعا، اقدم من الدوري باكثر من حاجه و20 سنه. 64 مره عبر تاريخ البطوله الاهلي وصل للسيمي فاينل. عدى من السيمي فاينل وراح النهائي 50 مره. خد منهم كم مره؟ ال 50 مره خرج من الدور نصف النهائي 12 مرة،
يعني خدنا 35 مكسب يا ابراهيم من ال 50 من ال 50 فاستحمل بقى انك انت ما يعني ما برضو يعني ال 15 اللي خسرتهم دول لا ما فهمش فاينالات كان في حاجات في السيمي فاينل في العشر سنين الاخرانيين دول اي 64 مره للاهلي يوصل لنصف نهائي الكاس عدى 50 مره اخفق 12 مره بجانب مره الغيت فيها المسابقه في موسم 81 82 كان مقرر وقتها يلعب الاهلي مع الزمالك في نصف النهائي. الاهلي وصل للدور نصف النهائي 16 مره متتاليه في مسابقه الكاس قعد يلعب سيمي فاينل الكاس 16 مره متتاليه دي كانت في الفتره من 23 ل 38 من سنه 23 لسنه 38 كل ده قبل الدوري ما يبتدي في 48 ثم خرج في موسم 39 من دور ال 16 ووصل للدور نصف النهائي 15 مره متتاليه من سنه 40 لسنه 54 يعني هتلاقي الاهلي باستمرار بينافس ارقامه كل أيوة. ما يسجل رقم ايوه يعني اللي بيعملين يعدوا عليك لسه بدري انك تلحقني يعني. انت محتاج تاجز فتره طويله جدا عشان الناس دي تقرب يا عم لا واجز ليه لا انا عايز اكسب واوصل وابعد بالمسافات كمان طيب سموحه بيتحدى الاهلي بخطه الفيصل هنبدا بقى النغمه يا رب بقى الفيصلي يا رب خطه يا رب كسرة لا خطة الفيصلي انك تجيب جون في نفسك والحكم ما يحسبلكش ضربات جزاء لو هي دي خطتهم ممكن الجأوا لكده وسموحة عنده مشاكل في كسرة المصابين والغائبين دي مشكلة بتواجه الجهاز الفني على فكرة ستراكا ده مدرب كويس مدرب كويس وشخصية كويسة الكابتن حسام البدري 23 لاعب اللي سافر بيهم الاسكندرية النهاردة شريف اكرامي ومحمد الشناوي واحمد عادل عبد المنعم بنفكر حضراتكم بيهم. الناحيه اليمين الحقيقه احمد فتحي غايب للايقاف لكن عنده محمد هاني وعنده باسم علي وعنده في قلب الدفاع محمد نجيب ورامي ربيعه وعنده في الناحيه الشمال خد كل الناس خد علي معلول وخد صبري رحيل وخد حسين السيد وفي الهاف ديفندر خد حسام عاشور ومعاه عمرو السليه ومعاه اكرم توفيق والكابتن حسام غالي. خد تحت الفرود عبد الله السعيد وصالح جمعه ومؤمن زكريا ووليد سليمان واحمد حمودي وعمرو بركات ما شاء الله التقل كله في الشادو سترايكر. وعنده في قلب الهجوم جونيور اجاييه وعمر جمال والكابتن عماد متعب. يعني برضو انت معاك الذخيره كلها. يعني جونيور اجاييه وعمر جمال وعماد متعب ما هو هم دول اللي عندك. طيب. ما عندكش حد تاني في الهجوم يعني يعني ازارو مش مسموح له يلعب طيب ايه بقى المهم الان قلب الكاد قلب الاهلي دي قضيه مهمه جدا ودي احدى فقراتنا قلب دفاع الاهلي واضح ان فيه مشكله وده المكان او المركز اللي محتاج سرعه تدعيم لانه احمد حجازي بتقله كلاعب دولي مهم سافر للاحتراف في الدوري الانجليزي سعد سمير اصيب محمد نجيب اصيب رامي ربيعه يعني محتاج تركيز اعلى من كده كمان ويشتغل على نفسه اكتر من كده كمان علشان يقدر يستعيد رامي اللي كان بحالته قبل الاصابه لان وقتها ما شاء الله كان طالع حتى كان مانويل جوزيه باشمهندس وقتها متوقع لرامي ربيعه ده حاجه كبيره هو مانويل جوزيه كان عاجبه شخصيه اللاعب كان عنده 17 سنة وطالع وما عندوش أي هيبة وبيسمع الكلام ومبتسم على طول يعني في كاركتر هو بس هو موسوس بيتهيألي من ناحية الإصابة شوية لأن أنا لما تشوف فيه بعض الأمور يعني الجون اللي بتاع محمد نجيب اللي غلط فيه تحس إنه كان واقف ومرة واحدة لما شاف الراجل حب يجري يعني هو مش متأهب باستمرار ودي نقطة يجب إن هو يتدركها من الناحية النفسية علشان يقدر يرجع رامي ربيعه الوحش اللي كان بيتحط هو وحجازي ويفكروا في مين بعد كده في المنتخب. إذن المهم الآن قلب الأهلي وموقع في الجول بينقل حوار مع قائد أو كابتن منتخب سوريا أحمد الصالح بيتحدث إنه
فضلت الأهلي على الزمالك، ولكن وقال إن أنا جات لي عروض كتيرة من الزمالك ومن النصر السعودي، لكن مجرد ما وكيلي قال لي إن في حد من النادي الأهلي بيكلمه رحب جدا، بيقول لك رحبت جدا بالتفاوض مع النادي الأهلي وطلبت من وكيلي التحدث معهم، يعني أرجوك كلمهم. الرجل إلى هذا الحد أحمد الصالح عنده رغبة في اللعب للنادي الأهلي، وهو من اللاعبين الدوليين المحترفين في هينان جياني الصيني، وعنده رغبة للدوري المصري خاصة بعد قرار اتحاد الكرة الأخير اللي اعتبر اللاعب السوري واللاعب الفلسطيني في الدوري المصري بمثابة اللاعب المصري بعيدا عن الثلاثة الأجانب المسموح لكل نادي بيهم. شارك الصالح في 4 مباريات مع فريقه في الدوري الصيني هذا الموسم، سجل هدف. قال ان تشهد المفاوضات تنازلا ماديا منه مع الاهلي ولا لا؟ اجاب انه الكابتن علاء ميهوب رئيس اللجنه الفنيه تحدث مع وكيلي بشان انضمامي والتفاصيل الماليه للعقد، ولكن كان رد وكيلي بان هذا الرقم مستحيل وبعيد تماما عن ما اتقاضاه حاليا. كده عشان هو بيتقاضى $1 مليون. الشرط الجزائي مع النادي مش كبير، 250، وبيقولوا كمان في ثغره ممكن ما تتدفعش. يعني ما علينا، افرض هتدفع $250,000 عشان تاخد عقده، لكن $1 مليون دي مستحيله في مصر. الراتب اللي متحدد، هنشوف دلوقتي بعض الاهداف لاحمد الصالح مع منتخب سوريا في مرمى الصين. اتفضل يا باشمهندس. الراتب اللي النادي الاهلي حاطه $300,000، عشان ما هو انت مش عايز تعمل كمان جاب في الفرقه عندك. هو لعيب ده الوحش، لعيب كويس يعني، لعيب يسد لك في الحته دي تمام. والمدهش في اللعيبه السوريين يا ابراهيم ان بياخدوا اجور عاليه جدا جدا جدا. يعني شوف عمر السومه بيعمل ايه في السعوديه، راتبه عالي. قبليه كده فراس الخطيب مش عارف ايه. بس انت بتتكلم على فلتات قليله برضو، مش كتير. لا عندهم 5 6 وبيلعبوا في الدوري القطري. لا في عندهم لعيبه كويسين جدا. أيوة. والمنتخب السوري منتخب تقيل قوي، لولا ظروفه كان هتشوف حاجه يعني جامده جدا. اللعيب بيقول لك انا ممكن باخد $1 مليون، يعني ممكن نتنازل شويه، لكن مش $300,000. هل هيصالوا $500,000؟ هل هيبقى في حد يشيل الليله دي مع النادي الاهلي؟ الله اعلم. انما لو جه فعلا هيبقى صفقه حلوه جدا للنادي الاهلي في هذا التوقيت. اليوم السابع قال الاهلي بيحدد $300,000 لضم، ما احنا قلناها بقى. نقطة عشان نلحق ناخد بقية المعلومات. طيب عندك، نرجع بقى للمحل في القلب ده. بتفاوض انت مين؟ قيل انك محمود عزت. الاستاذ فرج عامر بيقول لك عيب ما تفاوضوش من ورايا. كويس، لكن هو الاهلي لازم هيكلمك. عمره هو الاول لازم تعرف رغبه اللاعب ايه. تحب تجيلي ولا لا؟ ممكن يقول لك لا. لما بتعرف رغبه اللاعب وتعرف انه يقول لك طب والله يعني لو انا مستعد اتنازل عن جزء من مستحقاتي بس تمم، تبتدي تكلم ناديه، لان هتروح فين؟ لازم هتكلم المهندس فرج عامر. فما تقلقش يا فرج بيه، بس انت يعني صراحه سكنتك حاميه قوي. تحب تسمع فرج عامر؟ ما اعرفش اذا كان عندك وقت. المهندس فرج عامر يتحدث عن تفاوض الاهلي مع محمود عزت. طيب خليني اسال حضرتك في موضوع محمود عزت والتفاصيل الخاصه بانه الاهلي عايزه والاهلي اتكلم معاه، وقع عقود مبدئيه مع النادي الاهلي، لكنه العقود دي ولا ليها اي لازمه طالما انه ما فيش اتفاق حصل ما بين سموحه وما بين النادي الاهلي. عايز اعرف من حضرتك بقى الموضوع بالظبط. والله هو لو وقع عقود مع النادي الاهلي يبقى عيب على النادي الاهلي، لان ده يوقع النادي الاهلي تحت القانون، ومفروض في الحاله تقع عقوبات على النادي الاهلي وممنوع يعيد لاعبين. خدت رسالتك دي نمره واحد، لان ده مرتبط بعقد قدامه 2 سنين. كويس. غير كده سموحه مش هيجيب هذا الكلام. غير كده احنا دلوقتي دخلنا في منظومه احتكار اللاعبين. يعني دلوقتي مش هتنفع الكوره كده، احنا شايفين الكوره مستواها بيتدهور. كل ما نشترك في مسابقه اجنبيه الفرق بتاعتنا بتتغلب، شكلها بيبقى وحش جدا. نتيجه التكويش على كل نجوم اللاعبين. طبعا مش كوره، مش كوره قدم. احنا كل ما تلاقي لعيب كويس في النادي تجري تروح واخده.
او تجري تدور على حته في عقده عشان تاخده منها او هذا كان من طرف عن الكلام خلاص كده مش مسابقه ولا منافسه ولا رياضه ولا اي حاجه. كلام مش مظبوط، كلام يعني غير طبيعي وما يصحش ابدا. لو النادي الاهلي وقع عقود مع محمود عزت ده كلام مش مظبوط زي ما بقول لك، واحنا مش هنبيع محمود عزت لان فعلا محمود عزت مش هيحصل هذا الكلام. مش هيحصل هذا الكلام. طيب المهندس فرج عامر فعلا فعلا شاطر جدا جدا جدا، حدف على الاهلي كل اللي بيعمله في كل الانديه. نادي اسوان بيقول جاي منه واخد بالك، لكن هو الاهلي ما يقدرش ياخده منك فرج، وانت تعلم هذا وهيجي لك يتكلم معاك لو عايزه. بس مين اللي قالك ان الاهلي بيفاوض محمود عزت ومضاه ومش مضاه وشغل يا سيدي شغل الوكلاء ده يعني تريس شويه، لان العلاقه بيننا وانت راجل كنت اهلاوي انا ما اعرفش، بس انا عارف ان انت كنت اهلاوي وابنك اهلاوي جامد قوي، ففرج بيه والله هدي اللعب معانا وما في ما تقلقش من حاجه. واحنا ما احنا انت فاكر لما جيت لك انا استاذ عبد الحفيظ قبل كده كذا لعيب عندك منهم حمودي ما بناخدش، يعني انت معاك انت ما حدش يعرف يعمل حاجه لانك انت معلم على الانديه كلها. طيب بوابه الاهرام الرياضيه قالت انه اتحاد الكره رسميا بيرفض زياده عدد الاجانب، واشارت الى شروط القيد في الموسم الجديد. اجانب ايه بقى زياده؟ ايه ما انت قلت لي السوري والفلسطيني خلاص مصريين بالظبط خلاص، وثلاثه اجانب. ثلاثه اجانب والسوري والفلسطيني مش اجانب، كويس قوي كده. الزمالك تعاقد مع ثلاثه افارقه خلال فتره الانتقالات الصيفيه الجاريه وعنده اثنين، فالزمالك عنده خمس لعيبه هو عار واحد منهم حاليا بيدور لهم على اعارات بيحاول يحل المشكله، بس كل ده والاهلي هو اللي بيطالب بزياده اللعيبه الاجانب. بيقول لك ده مش كوره. نشوف كريم حسن شحاته. عرضته بره في الخليج. يبقى مش انت قعدت مع كابتن سيد عبد الحفيظ وقلت له على فابريس اندوما ده؟ لا لا ما قعدتش مع كابتن سيد. ها؟ لا لا ما حصلش. لا يا ميدو. لا لا خالص يا كابتن، لو قعدت هقول لك. لو قعدت لا مش هتقول يا ميدو، هتقول لي في التليفون، هتقول لي بره في التليفون مش على الهوا. لا 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 يا كابتن كريم، انا لو قعدت اقول هو النادي الاهلي عنده الاجانب بتوعه موجودين وما اعتقدش يعني ان هو ممكن. لا الاهلي بص هو الاهلي في حاجه عايز يعملها السنه الجايه، عايز يزود العدد الاجانب من خلال اتحاد الكوره. يعني عايزين يزودوا عدد اكتر من ثلاثه، يعني اكتر من ثلاثه يبقى اربعه. و هيشوف اتحاد الكوره بقى هيوافقوا ولا لو مش هيوافقوا. وفي كلام برضو في اتحاد الكوره ان هم عايزين بيفكروا يخلوا قوائم مفتوحه. اتحاد الكوره هيعمل جلسه كده اجتماع ما بين ال 18 نادي في الدوري الممتاز عشان يشوف رايهم ايه، هل نزود الافارقه؟ وهنا يا جماعه يعني انا شايف موضوع زياده الافارقه ده غلط. انا كل فرقه عندها ثلاث افارقه كويس جدا كفايه، لكن مش عشان الاهلي مثلا عايز يشتري لعيب افريقي وعنده ثلاثه وممكن يعني يستمروا الثلاثه يبقى اربعه يعني غير. لا يعني شايف ان اكتر من ثلاث لعيبه افارقه او اجانب في كل فريق عدد كويس، خلاص ثلاثه كويس، اكتر من كده انا بقلل فرص للمصريين. ليه اكتر من ليه كل فرقه يبقى عندها اربعه وخمسه؟ فلا يعني مش عايز ان احنا نشتغل على مصلحه نادي واحد، انا عايز اشتغل على مصلحه الكره المصريه. هيبدا بقى الفتره الجايه زي ما حصل كده في نظام الاستبدال بين الدورين، اتحاد الكره قال لك مفيش استبدال مش عارف ايه، لا هو مش هنغير اللوائح، وبعدين راحوا عاملين استبدال عشان بعض الانديه تروح ايه شاريه ومدخله لعيبه جديده. ف يعني موضوع صعب قوي موضوع خلاص احنا 25 او 30 حسب بقى رغبه الانديه، وطبعا هيبقى 30 لعيب الموسم اللي جاي، لكن زياده عدد الاجانب ده شيء يعني شايفه يعني انا ماليش علاقه طبعا اقول او لا، لكن انا شايفه مش في مصلحه الكره المصريه ان انا ازود عدد الاجانب، اللي انا كده بقلل فرص اللعيبه المصريين. يعني كريم ده الكلام ده كان في مايو، لكن هو دايما دايما تحت عقده اللي عايز يعمل حاجه يصدر فيها الاهلي. الاهلي طلب والاهلي لا طلب ولا عمل. الاهلي عايز يفتح باب القيد في يناير وهو زمالك ما سجلش حد في يناير. طيب خلينا بقى تشوف كابتن طارق يحيى عشان نعرف هو مين اللي عايز يزود الاجانب.
يعني كده احنا نفهم ان السيسي مستمر خلاص ان شاء الله. هو طبعا احنا في مفاوضات مع سياده المستشار مرتضى منصور بخصوص القايمه، ولكن الاتفاق كان ان احنا بعد الكاس باذن الله يا رب ان شاء الله باذن الله ناخد الكاس بعد مباراه النهائي نقعد ونشوف. احنا كان انا فاهم انه اللائحه بتقول ثلاثة بس اجانب وحرايا دلوقتي كندي عندنا احنا عندنا خمسة بتحاول توصل لاربعة بنحاول نوصل مع اتحاد الكره لاربعة. أيوة. اذا ما قدرناش هيبقوا ثلاثة، في اثنين هيعاروا، وبالتالي احنا هنفاضل ما بين اللعيبه اللي موجوده عندنا خمسة فرقه وخمسة لعيب. على فكره يعني اتمنى اتحاد الكره يعمل خمسة هتبقى حاجه محترمه. نادي الزمالك، نادي الزمالك يمتلك النهارده افارقه. اظن شفتوا الكابتن طارق يحيى بعظمه لسانه، يا عم كريم لا الاهلي ضغط ولا الاهلي لف ولا الاهلي راح ولا الاهلي عمل ولا الاهلي عايز يزود ولا الاهلي عنده اربعه اجانب وخمسه اجانب. شفتوا الكابتن طارق يحيى، احنا بنتفاوض عشان يبقوا اربعه ويا ريت يبقوا خمسه، الخمسه جاهزين بس موجودين. الاهلي بيفرغ الانديه والاهلي بيحكم الاتحاد و طب خد الجديده اول ما الاهلي هيستفيد من القرار اللي طلع بتاع اعتبار الفلسطيني والاردني هيقول لك القرار ده طلع عشان الاهلي، عشان الاهلي هي دي ما علينا. لكن انت قلت دايما وابدا الاهلي بيعرف يتعامل مع كل نظام يتفرض عليه، اذا كان 25 خد البطولات وهو 25 وخد البطولات وهو 30 ولو نزلت عن ال 25 هياخد الاهلي البطوله الله. ان شاء الله، لان الاهلي مش عظيم عشان بيكسب. الاهلي بيكسب لانه عظيم. انتهى الوقت معاكم، تبقى بعدين على طول النشره الرياضيه مع الزميل محمد فاروق سعد. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعه مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.